بسم الله. السلام عليكم، أنا أحمد الإمام وبودكاست جديد، ومعنا باشمهندس أحمد سيد منورنا النهاردة. هنتكلم عن المشاكل اللي بتقابل الشركات من ناحية البرفورمانس، وإزاي بيبدأوا يحسنوها، يديتكتوا المشاكل بتاعت التيم نفسها، يعني إزاي نتأكد أن الديناميكس بتاعت الشركة شغالة كويس. لو أنت مثلا تكليد أو حد مسؤول أو بتمانج تيم معين، بيقابلك غالبا مشاكل في إزاي الدنيا بتبقى ماشية في الشركة. دي من ضمن الحاجات اللي انت صعب تلاقيها في الكتب، مش بتلاقيها واضحة كده يقولك هتعمل كذا، بتبقى غالبا من تجربة الناس في تعاملهم مع الشركات. باشمهندس احمد ما شاء الله عمل ده في كذا شركة، فهو اوريدي عنده خبرة في الحتة دي بصورة كويسة. اعتقادي الحلقة هتبقى مفيدة ليك لو انت شخص مسؤول عن شركة او شخص بتليد شركة، او لو انت حتى ديفلوبر او موظف شغال في الشركة، تبقى فاهم ايه المانجمنت بيبصوا عليه، بيبصوا على مشاكل ايه بالظبط، وايه نوعية المشاكل اللي هم بيحاولوا يحلوها عشان يبقى التيم شغال او هم شايفينه شغال بشكل كويس. فدي فرصة كويسة لينا ان احنا نفهم. في بعض الحالات انت ما بتبقاش عارف، تبقى شايف ان انت شغال كويس، طب ازاي هم مش شايفين الشغل بتاعي، او ازاي هم شايفين البرفورمانس بتاعنا مش كويس وهكذا. ده بسبب بيبقى فيه اختلاف ما بين هم بيبصوا على ايه كمانجمنت، واحنا كديفلوبرز او موظفين بنبقى بنبص على ايه. فتبقى فرصه كويسه لينا ان احنا نفهم من الطرفين، فنبقى عارفين ايه المشاكل ونبدا نحلها سوا كشركه او كتيم. ازيك يا باشمهندس احمد، منورنا. يعني انا سعيد ان انت معايا لاول مره، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره ونبقى سوا في حلقات تانية. في البدايه قول لنا مين احمد السيد. حبيبي احنا بقى 3 سنين بنحاول نظبط الموضوع. انا مش عايز اقول كده ده غالبا يعني ايه، لا انت كنت من اكتر الناس برضو واللي بتتاخر يعني. الله يعزك، الله يعزك، حاجه بسيطه. انا احمد سيد، انا كرنتلي هيد اوف انجينيرنج في المنتور في مصر. المنتور از اي ليرنينج بلاتفورم، شويه زي كورسيرا او يدمي، اعتقد ممكن تكون معروفه لبعض الناس. يعني بقالي حوالي 7 شهور، مش بقالي كتير. الاول كنت في المانيا، كنت عايش في المانيا، كنت دايركتور في انجينيرنج في هلو فريش، شغاله في الميل كيت دليفري. قبلها برضو كنت شغال في فود دليفري مع المينيز، كنت هيد اوف انجينيرنج في المينيز او دايركتور في انجينيرنج. يعني كانت فتره كده بريدج، نزلت في مصر ورجعت تاني المانيا. وقبلها برضو كنت في، قبل المينيز كنت في المانيا، اشتغلت شويه في زلاند، واشتغلت في كريالاتكس فلات تك، وشويه في اس اي بي. يعني دي الشركات اللي انا went through it recently. بس ودلوقتي عايز اسيد انا هيد اوف انجينيرنج في المنتور. بس ذاتس ات. ما شاء الله. في البدايه عايزين نعرف الناس برضو عشان تبقى مستعده، او ايه البروميس اللي احنا بنقوله لهم في اول الحلقه، ايه اللي هم هيتعلموه لو النهارده. يعني بص اقول لك حاجه، التوبيك اللي احنا هنتكلم فيه انا ما اعتقدش ان هو جديد على اي حد. يعني اعتقد الموضوع ده كان في يعني اندستري ستاندردز دلوقتي، شركات كتير جدا بتشتغل بيه. الريسيرش اللي احنا هنتكلم عليه almost started 10 years ago، اعتقد ويند يعني بقى فيري تريندي، والناس كلها بتشتغل عليه مثلا 3-4-5 سنين، مش من اول ما الريسيرش بدا. اللي انا زي ما قلت لك في الاول يا احمد، لما كنت، وده اللي انا اكشلي ما كنتش عايز اتكلم فيه، يعني اللي خلاني اجل التوك شويه معاك، ان احنا مش عايز بس نبدا نتكلم على السلايدز او الكلام اللي في الكتب زي ما انت قلت، بس ماتش مور ازاي بقى ممكن ريفلكت فعلا على يوز كيسز او كيس ستاديز انا وينت ثرو، او حتى ممكن يا احمد اكيد انت وينت ثرو، ممكن ازاي ترفلكت على الـ على الـ على دوت وزن الاورجنايزيشن اللي انت شغال فيها، اي تك ليد كومباني يعني، او اي شركه من اللي اتس ا تك برودكت زي اللي انا شغال فيها، او ايفن اللي معظمنا شغالين فيها يعني. بس فاي ثينك ده هيبقى مفيد زي ما انت قلت من اللي للمانجرز، وهو ايفر ميكينج ديسيجنز او تيكينج اكاونتبل فور البرفورمانس بتاع الاورجنايزيشن او الشركه فروم تك برسبكتيف او برودكت اوفر اول. واعتقد برضو from الاي سيز او الديفلوبرز اوفر اول، اي ثينك ده ايفن اي ثينك برضو السكند بعد المانجرز، او ايفن مع المانجرز الناس برينسيبلز والستاف، الناس اللي بتستير وبتحط دايركشنز للتيمز، واولويز اوديتنج على البرفورمانس بتاع التيمز والديليفري اوفر اول. صح، بارت اوف ده، واسينشال بارت اوف ده هو الاي سي.
اعتقد الاي سي ممكن يبقى مفيد لي اكتر، هو ان هو يعرف واتس ماتر، يعني ايه فعلا مفيد، ايه اللي انا ايه الكي بي ايز اللي انا شود بي كونسيدرنج ستارتنج فروم سينيور، او ويت سي ان انت ايه الكي بي ايز اللي انت لازم تبقى عينك عليها، بحيث ان انت في الاخر تبقى مش والله مش لازم يبقى بارت اوف الايفالويشن الناس بتجيت ايفالويتد عليها، او ان انت عملت ده احسن او اوحش، بس في الاخر ده في الاخر احنا شغالين عشانه، صح؟ عشان نبقى بيرفورم ويل ونبقى الاوت كام فاليو للكاستمرز is the best one could be achievable يعني. بس اعتقد دي السيجمنتس اللي ممكن تستفاد من التوبيك يعني. ما انا زي ما قلت، هو الكلام اوريدي موجود في الكتب، بس التجربه نفسها بتختلف. يعني زي ما كتب التكنيكال بيبقوا بيتكلموا عن مشاكل بيرفورمانس وحاجات زي كده، بيبقى تحس انه هي اون هاي ليفل، وانت في الواقع بعض السولوشنز اللي اتقالت في الكتب ما بتبقاش بتفيت معاك، بتلاقي انت حل وسط بيمشي مع البيئه اللي انت شغال فيها، اللي هينفع في المانيا مش بالضروره ينفع في مصر وهكذا يعني. بالظبط، والكمباني سكيل كمان اعتقد، والبروبلم سبيس نفسه مختلف من حاجه لحاجه، فا اه يعني اي توتال اجري. طيب خلينا نبدأ ونستعرض بقى النقاط اللي احنا هنتكلم عنها. مش دي عظيم الاجنده فلوكس ان هي a lot of things يعني، بس انا زي ما قلت لك كنت بحاول اتريت عليها multiple times عشان اتاكد ان في ريفليكشن على ال من الواقع يعني. فالاول ايه الامباكت، ايه اللي اصلا اللي بيامباكت التيك اورجانيزيشنز البرفورمانس بتاعهم، ايه اللي اصلا هذا دايركت كونكشن مع البرفورمانس دوت، وبعد كده ويل جو ثرو سام بيت فولز في ميجرنج البرفورمانس والبرودكتيفيتي. مش هقول حاجات عفى عليها الزمن او حاجات قديمه، بس حاجات ستيل بينج اكزيست، انا كانت بتحصل لي وانا ديفلوبر، وكانت انا بعملها ايفن وانا مانجر وانا ستارتد ذس، ففي حاجات اعتقد ممكن تكون misleading او just point 3 او 4 منهم. وبعد كده اول جامب تو الاكسلريت الدورا ريسيرش بتاع جوجل كلاود ودورا، والاكسلريت الكتاب المشهور التو ده اللي انا بقول عليه بقى، ده اندستري ترند دلوقتي او اندستري ستاندردز as it's being considered، حاجه مش جديده واعتقد كل الناس هتبقى عارفاها. اللي انا اعتقد ممكن يكون شويه مفيد، عسى ان شاء الله يكون مفيد باذن الله، هو الـ analyzing و enhancing الميتريكس دي، ازاي even تدياجنوز الميتريكس دي وتبص عليها، وبعد كده measuring it الـ tool chain اللي انا I have been using will even حتى being recommended الناس تستخدمها، والـ tool بقى دي how you gonna use عشان تـ measure، لان دي بقى الفخ اللي انا at least وقعت فيه مره وشفت ناس كتير بتقع فيه، هي مش plug and play، مش تاخد tools دي تركبها فيبقى عندك الـ accelerated metrics. و I would just mention something about the benefits out in الدورة agnostic. وآخر حاجة كنت اتكلمت معاك إن أعتقد ممكن ما يبقاش عندنا وقت إن إحنا نتكلم على overall predictive model ونتجاوب سؤال لو ال performance أصلاً is predictable أو something we can predict based on certain data points. بس يعني we're gonna go through it quickly يعني. بس هو اللي انا شفته انه معظم الشركات يعني بتحاول تركز على حته البريدكتابيليتي دي، ان هم عايزين يعني اوفر اول انا عندي فيتشرز، عندي حاجات عايز اسلمها، وعايز اقول للناس الكلاينتس للعملاء بتوعنا احنا هنطلع امتى، هسلمكم الفيتشر دي امتى، هتطلع برودكشن امتى. فهم عاوزين برضو سورت اوف بريدكتابيليتي الجوريزم يقول لهم بناء على الاستيميشن بتاع الناس دي احنا بنثق فيهم بنسبه مثلا 70% ان ده هيتسلم في وقت كذا، فنحط احنا ال 30% من عندنا ويبقى هيتسلم في الوقت ده. حتى لو هم الناس كتيم قالوا ان احنا هنسلم في يناير، فاحنا عرفنا من الريزلتس او النتائج اللي احنا شفناها مسبقا اللي اتعلمناها من الرحله، فبنقول لهم اللي هم بيقولوا في يناير فهو غالبا هيسلموها في مارس في ابريل، او ان احنا نشتغل مع التيم بقى انه يحسن البريدكتابيليتي بتاعه. فانا الجزء ده برضو مهم بالنسبه لي، فريت نلحق نتكلم عنه. لا ان شاء الله اي ثينك وي هنلمس فيه في كذا حته ايفن في في سبيشال وين ستارت توكينج اباوت الاكسلريت سمثينج. بس تو منشن بسرعه، هي المشكله مش بس في السبيد او التايم تو ماركت، احنا البريدكتابيليتي بتاعت احنا هنسلم ايه امتى، اتس مور اباوت الاستابيليتي كمان، البريدكتابيليتي هاو سيستم كود شود بي بريدكتابل وين ات كامز تو الاستابيليتي، فاهم قصدي؟ فخلينا كده ممكن نبدا، لو ما عندكش تاني كومنتس هنا على الاجنده ممكن نجو اهيد.
تمام. كويكلي كده او البي منشنينج بس دوره زي ما قلت هو اتس فيري بوبيلر وان، يعني هو بيحصل بقاله 10 سنين اولموست اعتقد 10 سنين بالسنه دي، بس هو طلع اعتقد في شهر اكتوبر او حاجه في اكتر من 36 الف بروفيشنال برو في الاندستري، ما بين ديف اوبس مانجرز سي تي اوز هيد اوف انجينيرنج اي سيز، زي جت ا لوت اوف انبوتس على بي اسك سيرتن كويشنز في فلو معين عشان يجيت سام انسايتس اباوت البراكتسز اللي التيمز دي بت ويفن حتى ات سم ديفرنت سكيل، يعني في فرايتي من السكيلز اللي بيترجتوها في الريبورت دوت ما بين ستارت ابس وميديوم وهكذا. وبعد كده بيسالوهم اسئله تبقى بيستشفوا منها منهم البراكتسز يفولو عشان يبرفورموا ويل او والاوتكمز ايفن كام سوري هاو ات لوكس الاوتكمز فيرسز البراكتسز اللي هم زي فولوينج. وبعد كده بيطلع الريبورت ده في الاخر بيطلع والله يا جماعه احنا اتعلمنا او الكونكلوجن از ان الناس اللي بتعمل كده زي ار بيرفورمينج ماتش ماتش ان ا ماتش بيتر واي. وده الفرق بين الحاجه اللي انا بحبها في اكسلريتور والريبورت بتاع دوره ان هو كومينج فروم ا براكتيكال اكسبيرينس. دلوقتي مش بس ان احنا زي ما قلنا كلام في الكتب، انا مش بقلل من الكلام اللي في الكتب، بس شويه اتس نوت اباوت السيري كام فيرست وبعد كده بنبروف ات. اعتقد ده العكس ان هو واتس بروفد وركينج احنا بنحاول نحط عليه ساينتفك بقى يحطوه في فريم ساينتفك وسيريتيكال بحيث الناس تعرف التانية تستخدمه. الموديل الريسيرش بيطلع بكذا موديل او كذا ماب للموديل ده. انا honestly عشان ما فيش وقت ان احنا نجسره كل everything thing، فانا بس محتاج هايلايت حاجه. خلينا نستخدم كده الليزر ده، ان في الاخر عشان يبقى في organization performance عنده predictive relationship مع software delivery performance. يعني لو delivery performance بتاع software is not performing well، فانت directly كده you can predict على طول ان performance بتاع الشركه كلها مش هيبقى احسن حاجه. ده في اي برودكت تيك كومباني. طب ايه بقى اللي بيأثر في الدليفري بيرفورمانس؟ هما مين تو ثينجز؟ هما لين مانجمنت براكتسز وكونتينوس دليفري. اللين مانجمنت دي حاجات منها ازاي تبقى عندك كالتشر انجن معين بيخلي الناس سايكولوجيكالي سيف، نون بليمينج كالتشر اند سو اون، وحاجات ا لوت اوف ثينجز براكتسز كامينج بيهايند لين مانجمنت. ممكن دي ناخدها في توبيك زي ما كنا بنحضر اللي ده، كنت بقول لك ان ده اعتقد فيه a lot of things behind ده. الحاجه الثانيه هي ال continuous delivery، ودي اللي احنا محتاجين نفوكس عليه. ف both of them the management و continuous delivery بيأثروا في delivery performance which is as I said predictive relationship مع ال performance بتاع الشركه كلها overall يعني. طيب قبل بقى ما نجمب انتو الموديل بتاع ال software delivery performance او continuous delivery وازاي نأثر فيه، خليني اقول لك قبل ما نجمب في ده هو احنا usually الناس كانت بتعمل ايه او still some people doing that. وانا زي ما قلت يعني انا كمان وقعت في ده. الناس usually بتبص على عشان تقيس البرودكتيفيتي بتاعت individual او team based على الاوتكم متريكس بتاعته. يعني احنا كل team او كل personal ليه input metrics و output metrics صح؟ او كل product sorry. فالinput metrics معنا زي في كم team شغال، في كام ساعة كل واحد بيشتغلها، التيمز دي متقسمة ازاي وهكذا. دي input matrix، وبعد ما بحط الانبوت matrix دي وبيجيت compiled all together بيطلع منها output matrix صح، اللي هي الاوتبوت نفسه بقى صح. اللي هو في الاخر كل ده بيدخل في خلاط بيطلع منه كود صح. فايفن measuring البرودكتيفيتي على الاوتبوت matrix like lines of code للأسف is not is still kind of misleading أو مش هيدينا indicator فعلاً إذا كان التيم دوت أو الـ IC أو الـ individual دوت is productive أو الـ performance بتاعه كويس. تخيل كده معايا إن أنت أنا وأنت أنا coming from backend engineering وأنت برضه أعتقد إحنا جاي من نفس الـ background. فتخيل كده إن إحنا التيم بنكتب جو أو بنكتب سكالا وأنت قررت تروح تعمل feature وأنا نفس الـ feature بستخدمها، وأنا قررت أروح انت قررت تستخدم استراتيجي باترن مثلا، وانا قررت اعمل الموضوع فلات ان اكتب الموضوع بطريقه ثانيه. فو مايت اند اب ان انت بتخلص الفيتشر دي في 20 سطر كود وانا بخلصها في 100 سطر كود. هل ده معناه ان انا ماتش مور
productive عنك او ان انا البرفورمانس بتاعي احسن منك؟ لا طبعا صح. هو ممكن حتى لان تكون بتستخدم لغه عندها بلجن او جيم اوريدي موجوده او بالظبط. لايبراري فهتعملها لي في سطرين ف... الله ينور عليك. بالظبط بالظبط. وده كمان ده كمان one of the factors اللي في الاخر line of code does not judge صح. انا عايز اقول لك انا personally في frameworks وتعمل عليها research طالعه من الاي تربل اي تربل اي والتربل اي ومعروفه وايفن حتى ناس كتير بتستخدمها. انا مش عارف لو سمعت عن framework اسمها space. space I'm not judging space. انا بقول هي وحشه او حلوه. انا I was يعني انا كنت وانا مثلا في شركه من الشركات كانوا بيستخدموا space وانا اي سي وانا developer فاهم قصدي. وكنت بريبورت الورك الشغل بتاعي within the space framework وهي اللي بتقول في الاخر بتجادج انا productive ولا مش productive فاهم قصدي. واستخدمتها even as a manager بس في الاخر هي مخيشه في جزء معين. انا مش بقول في الاخر ان هي كلها overall مخيشه بسبب موضوع lines of code لان هي بتconsider line of code as part of the activities او ففي الاخر تبقى بتدي indicator الراجل ده productive او لا. من الحاجات التانيه طب لو ال output metrics sometimes is not working as line of code some people are using other some false metrics like the hours worked ده kind of input metric صح. فممكن نقول في الاخر وانا اعرف شركات كتير شغاله ده especially شويه في الريجن ان هو بيبقى عنده شيت مثلا انت بتخش تبصم تقول والله انا جيت الساعه 10 ومشيت الساعه 8 فاهم قصدي. وبعد كده في الاكسل شيت دوت بتليست عدد ساعات شغلك على كل ايفنت تيكت على جيرا او غير كده فاهم قصدي. في كلنا تقريبا عملنا كده في مرحله ما يعني. بس براكتس ده مش وحش. مش بقول ان هو وحش في المطلق لان انت مثلا في شركات في المانيا بتعمل براكتس ده عشان تريجن اباوت التاكسز فاهم حاجه عشان ملهاش دعوه اصلا بالبرودكتيفيتي او ان هي بتشوف انت. بس براكتس ممكن يكون موجود في التيم او في الشركه بس ملوش دعوه هو بيقيس ايه في الاخر فهمت قصدي. فبس اعتقد او ايفن حتى ده من الريسيرش انا الكلام اللي انا بقوله مش سبجكتيف اتس ا بوث اوف ثينجز صح. ان انا اي ترايد لو سواء ديفلوبر او مانجر ودين ورك اوت وخلاص الريسيرش از اوريدي تونز اوف ريسيرش بروف ده فهمت حاجه. فالاو انا عندي متلازمه فهمت حاجه دي عشان بس لو انا قلتها لك كتير ما تحسش فالاورز ورك ده is not an indicator اذا كان او بروكسي للجوب بيرفورمانس بتاعك فهمت قصدي. فده ذا ثينج. ده الفيلوسيتي sometimes برضو اعتقد ان هي من البيت فولد بتاعت البرفورمانس ميجرنج. مش الفيلوسيتي coming from the scrum ecosystem يعني. فالفيلوسيتي itself it's not bad it's more how do you use it للفيلوسيتي فاهم قصدي. انت كنت تتكلم عن productivity في الاول. الفيلوسيتي بتديك اذا بتديك planning measure صح او indicator how much capacity we can absorb او how much work we can absorb في السبرنت دي او في whatever يعني الworking period دي. بس unfortunately it's not a retrospective measure يعني هي ما بتقوليش هي المشاكل حصلت ايه اللي حصل يعني فاهم قصدي. هي بتقول لك بس بص يا باشا انت لو عندك ثلاث بني ادمين فالثلاث بني ادمين دول ينفع يطلعوا خمسه تيكتس مثلا او 10 ستوري بوينتس او whatever يعني. بس it does not answer او that does not show explicitly in an explicit way what went wrong. انت فاهم قصدي؟ it hide a lot of implicit information which need to be explicit عشان نعرف ندياجنوزها ونعرف ايه اللي حصل في performance او what could be improved. في الاخر one of the bad principle comes around this kind of things ال good heart law which is a very يعني well known ان whenever you are measuring something وانت المتريك دوت او الكي بي اي دوت started to be a target people gonna fake it فاهم حاجه او الناس هتبدا تحور لها. انا شفت كيسز كتير يعني. انا هسيبك تقول الاكزامبلز اللي عندك. انا برضو عندي اكزامبلز الحاجات شبه كده يعني. والله moving things to done makes the dashboards looks green then let's move it to done فاهم قصدي. however regardless the definition of done فده برضو against one of the pitfalls of on measuring the team performance يعني.
قول لي امثله على ال يعني انا على من ضمن الفريش. الحاجات اللي مثلا بعض الشركات بتحطها، في زي انت قلت عدد الكود لاينز، في ناس بتبص على الكوميتس، فكان الناس بتقعد تكوميت لكل حاجه، او عدد البول ريكوستس، اللي هو طب انت التيكت دي ايه ده، انت يا ابني عبيط، انت بتعملها في بول ريكوست واحد، بتعملها في ثلاثه، قسمها يعني تقسمها اجزاء واعملها في شركات، وشركات كبيره شغاله كده. فالناس بدأت، يا حبيبي ما انت تقدر تعملها، لا لا خليه بس صغر انت بس اللي تشينج، لان ده كويس. طب هو اوريدي كلها تشينج صغير، لا صغرها بس كده، خليها كده بحيث يبقى انت قفلت الحسابات بتاعتك بتاعت الفتره دي، فبقيت انت مش مركز ان انت تخلص شغلك، لا انت بتقفل ورق، بقى في جزء من شغلك تقفيل ورق عشان تبان شكلك كويس. مثلا بالظبط. بعض الكيسز من ضمن اللاين اوف كود، الناس اللي بتعمل الفيتشر بيبقى المتركس بتاعها عاليه، لان هم بيحطوا كود كتير، بويلر بليت والكلام ده. الناس اللي هي بالنسبه لي مهمه في التيم، اللي بتقدر تحل الباجز بسرعه، اللي تقدر تدخل تحل مشاكل برودكشن وحاجات من دي، بيبقى الحل لاين، هو في مشكله في كذا، دخلت حلتها، كتبت تيست كيس بالظبط، عمل خمسه سته لاين. فلو جيت تشوف ان الفتره اللي هو شغال فيها على باجز مثلا، هتلاقي ما عملش ربع اللي الناس التانيه عملته، مع ان هو قدم فاليو اكتر مثلا. يعني هو اصلا كان من الحاجات اللذيذه جدا اللي يعني سمعتها قبل كده، ان كان حد يعني بيستدل against not going into this productivity framework في coaching session كنت بحضره، ان هو في الاخر line of code is a metric ال industry كلها بتشتغل على dropping it، فاهم حاجه؟ يعني احنا اوفر اول، انت مثلا لو انت دخلت كلاس فيها 1000 سطر، فده المفروض from clean code perspective is not the right thing to do، صح؟ فانت even they are going against each other، فاهم حاجه؟ ان انا بقول للراجل عشان تبقى productive محتاج تطلع lines of code اكتر، وفي نفس الوقت بقول للراجل عشان تبقى تكتب clean code تبقى تكتب code اقل، فاهم حاجه؟ بالظبط، اللي هو الستاندرد ماشي عكس المتريكس اصلا. بالظبط يعني مفترض انت بالظبط عشان تقدم بالظبط كواليتي كويسه فتقدم كود قليل، الكود بتاعك يبقى بالظبط اكستندبل، ان انت قادر مش هقعد كوبي بيست، لا انا هحط زود حاجه معينه، كلاس بالظبط معينه، بالظبط خلصت خلاص انا كده الفيتشر دي بقت عندي. انما انت دلوقتي بتقول لي انا هقيس بالمتر، طب تعالى باخد كوبي بيست. بالظبط. انا عايز اقول لك حاجه برضو عشان بس الاكستريم المينتال موديل بتاع ان في الاخر ممكن يبقى في كذا مينتال موديل وهم ايفري وان ممكن تكون بي ذا سيم بس اوبتمايزد فور ديفرنت جولز، يعني ستيل وي مايت نيد، انا ستيل في شويه في حاجات انت مثلا في الكود متريكس مثلا انت ستيل نيد تو ميجر اللاينز اوف كود النمبر لاين اوف كود بس فور ديفرنت اوبجيكتيف، فاهم قصدي؟ فوينيفر از ان يعني لو حد شاف ان الشركه او التيم وات ايفر از تراينج تو ميجر ده از متريك، ده دازنت مين ان هو خلاص دي حاجه وحشه، فاهم قصدي؟ لا it might have a different purpose، ان هو في الاخر انت عايز تعرف السكوب بتاع البروجكت او السيستم، صح؟ الكود متريكس one of them line of code، صح؟ انت عايز تعرف حجم الكود، فانت لو انا عندي سيستم 100000 سطر وسيستم تاني 20000 سطر، فده could be an indicator of the scale الفيتشرابيلتي بتاعت السيستم، just one of the indicators، فهمت قصدي؟ فاجين لو في تيم بيميجر الفيلوسيتي this is not a bad thing، لو في حد انا بس هعيد ده وازيده كتير معلش عشان الكلام ما يبقاش مفهوم غلط، لو حد بيقيس الناس بتشتغل كام ساعه ده not doesn't necessarily means ان هو bad thing we should go against، ونقول بقى لا ده ايه ده ايه التخلف ده، لان if it's لان هو ممكن يبقى بيستخدم في حاجه تانيه للامثله اللي انا قلتها. الدورة came with والاكسلريت ده كتاب مشهور جدا 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 واي وود ريكومند ات لكل الناس يقراه، هو ذا فونس بروجكت اتس نوت ديب اوبسينج عشان ده سمثينج يعني اتس نوت سمثينج اكسكلوسيف للديف اوبس، ايفن الديف اوبس از نوت اكسكلوسيف للناس بتاعت الديف اوبس، اتس ديف اوبس، انت فهمت قصدي؟ اتس مور اباوت براكتسز ريجاردز هو از اكسكيوتنج ات بتخلي the whole performance is better as I said. The accelerate والدورة they offered ثلاث حاجات هم أو أربع حاجات sorry four metrics. الأربع metrics دول they are not linked directly to inputs ولا linked directly to outputs اللي هو line of codes أو طلع كام feature أو الكلام ده كله I mean directly، ولا أنت بتشتغل كام ساعة ولا في كام واحد شغال and so on. It's more bit measured from different perspectives بت highlight كل المشاكل explicitly rather than
اذر ميتريك زي ما قلت في الاول بتمبيد حاجات جواها مش عارفين هي جت منين او المشكله جت منين. ده ذا ثينج. فخلينا نتكلم كده على واحده واحده منهم نشرحها. هما بيصبوا في حاجتين، في اجيليتي وستابيليتي. في الاول كنت قلت لك اتس اول اباوت تو ثينجز، صح؟ عشان تبقى البرفورمانس بريدكتبل، مش بس الاجيليتي، مش بس هاو فليكسبل يو ار او هاو فيتشر هاو ميني فيتشر يو بريديوس او هتطلعها امتى. اتس اذر اديشنالي كمان الاستابيليتي بتاعت السيستم او الاورجنايزيشن. هاو الديبلويمنت فريكوينسي بتريفير تو هاو اوفن دو يو ديبلوي تو برودكشن. فات كود بي ان انت مثلا، وهنتكلم ميجرنج جيت بقى التشالنج بتاعتها حسب النتشر بتاع الاب او بتاع السيستم انت بتديبلوي كم مره ويكلي فور اكزامبل. فلو انت مثلا بتديبلوي 5 مرات في الاسبوع تو برودكشن بتطلع، ات دازنت سيسلي مين ان كل ديبلويمنت فيها اند تو اند فيتشر، فاهم قصدي؟ بس ات هاز سيرتن فاليو. الفاليو دي ممكن تبقى انكريمنتال، بس في الاخر ده المتريك اللي بيقيس ده، وده بيصب في الاجيليتي. الليد تايم، هاو لونج داز ات تيك فروم كود كوميتد تو كود سكسسفلي رانينج برودكشن، من اول كوميت انت بتحطها في على بي ار لسيرتن فيتشر لحد ما البي ار ده بيجيت ميرجت، هو ده الليد تايم بالظبط. ده الليد تايم. فلو انت ات كود بي مثلا 2.7 دايز مثلا فور اكزامبل، ان ان افريج انت البي ار بياخد يومين وسبعة يومين ونص مثلا من ساعه ما انت يبوش ذا فيرست كوميت لحد ما الكود بتاعك يكون ميرجت. وفي السي دي وورلد يعني merged means deployed، فاهم قصدي؟ يعني في الكونتينوس ديليفري once you merge to production means automatically انت deployed على البرودكشن، بغض النظر بقى على rolling out استراتيجي، سواء بقى انت بتستخدم partial rollout او whatever، بس في الاخر ده what it means. بعد كده بيجي 2 متركس ثانيين بيصبوا في الاستابيليتي، اللونج lead time برضه agility thing. lead time ده سوري المين تايم تو ريستور، هم غيروه السنه دي سموه اسم متخلف عقليا كده. انت عادي الرقابه وتشيل الالفاظ ولا لا؟ لا عادي تمام تمام. سموه لانه هو زي فيجر اوت ان المين تايم تو ريستور از في الاندستري او في الكوميونتي الناس بتقراها ميديان تايم تو ريستور، مش عارف ليه يعني، مش عارف ليه ممكن حد يبقى بيقراها كده، بس اني واي اللي حصل ده. فسموها ديبلويمنت فيلير مش عارف ريت حاجه كده يعني. انا اونستلي اي ستيك تو البريفيوس نيمينج لان اعتقد هتاخد وقت لغايه ما الاسم يبقى اتغير عند الناس. تخيل كام بي ار هيطلع حوالين العالم عشان يغير اسم المتريك ده. عالم فاضي ماشي. وبعد كده ده بيصب في الاستابيليتي. بعد كده التشينج فيلير ريت او التشينج فيلير ده ايه البرسنتج بتاعه التشينجز اللي بيطلعها برودكشن كامز ويز ا فيلير. اي سبسيكوينت اي برودكشن ديبلويمنت بيجي وراها سبسيكوينتلي هوت فيكس او رول باك او ايفن فيكس فورورد، ده معناه ان اتس ا فيلير. او حد كاستمر مثلا، تخيل كده انت مثلا عملت سوشيال لوجن باي ابل مثلا، حلو، على الـ على الـ على السيستم مثلا، او يو انتروديوست ا نيو بيمنت ميثود. لو النيو بيمنت ميثود ده في كاستمر على الكاستمر سيرفيس ديسك ريبورتد يا جماعه دي مش شغاله عندي، اوكي، which is bug يعني escaped bug، فده is a failure. لو هي باللود طلعت وعملت لود كبير والسيستم ما استحملهاش فحصل incident او roll back we had to roll it back عشان we cannot survive، فده برضو means is a considered as a failure، يصب في الـ change failure rate. كده واضحة دي؟ تمام. فاحنا اول حاجه احنا هنتكلم عنها البرفورمانس ميتريكس، اللي هي احنا ازاي بنقيم البرفورمانس. فانت استعرضت اربع حاجات، اربع نقاط مهمه. الديبلويمنت فريكوينسي، بنعمل ديبلوي قد ايه على البرودكشن، كل قد ايه يعني، في كل يوم، كل اسبوع، لو شغال مثلا على بانكينج سيستم اعتقد الموضوع بيبقى مختلف، بيبقى كل 3 شهور مثلا. بالظبط، بيبقى على حسب طبيعه الابلكيشن. انت مثلا موبايل اب، الموبايل اب يو ميجر ذس فور موبايل ابس از ويل، انت فاهم قصدي؟ فالموبايل اب النيتشر بتاعتها مش زي الباك اند، مش زي الفرونت اند، فهمت قصدي؟ وده هنتكلم عليه بعدين يعني، بس توتالي ميك سنس اللي انت. انا قصدي بنوضح برضو للناس اللي على حسب طبيعه الابلكيشن كبزنس وكتكنيكال حتى، سواء هو باك اند ولا فرونت اند، او هو انت بت
بيع ايه المنتج اللي انت بتقدمه. ممكن في بعض الكلاينتس بتكير اكتر بالستابيليتي فيقولك لا انا يعني خلي بس الفيرجن دي ما تبقى ستيبل وبعد كده نبقى ايه نستخدمها جربها في حد تاني. في يعني انا شفت كلاينتس بيعملوا كده، لا انا مش عايزها خليني بالقديم جربوا دي بس وخلصوا فيكساتكو وما تبقى ستيبل يبقوا ايه واحد فولنا. تاني نقطة هي الليد تايم، هي كلها ماشية كده خلي بالك. ايه هي كلها ماشية كده تقريبا يعني لا في ناس بتبقى اشتغلت معهم هم عايزين لا بسرعه، عايزين هتطلع مش أيه. مشكله فيها بج بالذات في المرحله الاولى من الستارت اب بيبقوا ما اتس اوكي ارمي وهن ايه هنلاحق، بس المهم نوري الناس ان احنا عندنا فيتشرز وحاجات بتضاف يعني في فاليو بتتحط. تاني نقطه هي الليد تايم، زي ما انت قلت اللي هو من اول ما انا بتدخل لي التيكت وابدا كوميت الكود عملت الديفلوبمنت لحد ما طلع للبرودكشن خدنا وقت قد ايه، ونبدا نبص بقى احنا عطلنا اكتر فين، في هل في الكود ريفيو، هل في التيكت بتروح تيست وكواليتي تعبانه فبترجع وهكذا، بنبدا نشوف المشكله فين في خلال الليد تايم اللي هو مرحله الرحله بتاعه الكود. بعد كده اللي هو المين تايم تو ريستور، زي ما انت قلت ان هو احنا بنحل مشاكل البرودكشن بسرعه قد ايه، طلع عندنا انسيدنت عندنا بتاع من الوقت اللي هو الانسيدنت حصل لها ريبورت لحد ما تم انها فيكسد والكلاينت قال تمام يا جماعه الدنيا اشتغلت عندي خدنا وقت قد ايه، ده برضو متريك. اخر واحد اللي هو تشينج فيل ريت اللي هو بنصلح باجز قد ايه بعد ما بعمل الريليز، فده دليل برضو على جزء ما من الكواليتي بتاعه الدليفري اللي احنا بنسلمه. صح، انا عايز اقول حاجه بس سريعه جدا جدا، هي اوت اوف كونتكست بس ممكن تكون معلومه مهمه. وان اوف ذا مين داتا بوينت عشان تشوف السينيور از ا سينيور والسبيشلي والحته اللي هي ترانزيشنز ما بين الجوبس او الليفلز الجريدنج هي الباج ريت، ان انت ده individual thing you need to consider as an IC. فهمت قصدي؟ ده one of the most important data point. فهم قصدي؟ انت بتطلع دي bugs وبزد عليها بيبقى transition being considered a transition يعني in addition to other things. هتكلم بقى على lead time to change. ايه نوعية الاسئلة ان انا personally بجو through it مع التيم او even حتى previously how I was analyzing ده as a software engineer او as a senior software engineer. انت لو انت عندك lead time في مشكلة والمشكلة هنا is a subjective للدومين ودي هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل في السلايدز الجاية. Do you have a lot of recurrent tasks؟ لو انت lead time بتاعك كبير it could be because of ان انت عندك recurrent tasks بتتكرر كتير ومحتاجة just automatic automation للtasks دي. For example, التاسكس دي مثلا could be الـ pipeline مثلا، ان انت الـ pipeline بتاع الـ build التست فيه بياخد ساعتين for example مثلا او بياخد مش عارف a lot of minutes مثلا. لو انت you need to tune to this degree فانت محتاج to automate الـ process دي او تحاول تشوف ازاي تـ enhance الـ time دوت اللي بياخده recurrent task. يعني دايما لما تيجي الدياجنوز ده ابدا بالموست فريكوينت، حتى يعني انا يوزلي حتى في الداتابيس كده او انا ببص على سلو كويريز انا ما ببصش على ذا كويريز تيك ذا موست تايم، انا ببقى دايما ببدا حسب طبعا الكيس ببدا ب وات ذا موست سلو موست فريكوينت كويري. فهمت قصدي؟ لان الحاجه اللي بتكرر كتير جدا وبطيئه ال بتعمل كراك اوفر اول يعني ذا سيستم او التايم لاين تبقى غالبا. انا كنت هقول لك نفس المثال اللي هو احنا نبص للليد تايم كانك بتحسن بيرفورمانس بتاع اي بي اي معين، فانت بتبص على ايه، فبتبص الاول على في ان بلس 1 كويري اللي هي حاجات بتحصل كتير في لوب في يعني حاجات شبه كده، فدي اولى ان انت تكسال الاول. بعد كده بقى نبدا نشوف السلو كويريز اللي هي هت يعني كخطوه ثانيه بالظبط الكوردينيشنز. دو وي هاف ا بروبلم في الكوردينيشن والكولابوريشن مايند سيت؟ ودي مشكلة على فكرة مش لازم تكون بتواجهك انت لو تيم صغير سوري مش لازم ما تكون لو انت تيم صغير ما تكونش بتواجهك سوري يعني مش بتواجه بس الشركات الكبيرة even the small teams. الكوردينيشن starting from هل انا مثلا لو انا عندي PRD مثلا PRD او ticket story user story detail هل وانا بكتب بيبقى في بينج بونجز ما بيني وبين البرودكت او بيني وبين التستنج عشان just I was missing some details في اليوزر ستوري؟ انت فاهم قصدي؟ فارجع اقول والله it was rejected فده كله بيكونتريبيوت في الليد تايم صح؟ فلو انت في كوبريشن
طبعا ما يكونش عن طريق، مش احسن حاجه يكون عن طريق الميتنجز، بس الكوبريشن احنا بنتكلم مع بعض وبنعرف نتواصل والدنيا سهله وبنعرف نبير مع بعض، الناس helping each other، ده في الاخر بيساعد. ف it doesn't mean ان هي necessarily لازم تكون المشكله، بس ده one of the problems من اللي كانت بتحصل لي مثلا كتير. الكود ريفيو بروسيس والكود كومبليشن، ودي احسن حاجه في الاكسلريت ماتريكس. الاكسلريت ماتريكس بتخليك تحل او بتلين، يعني بتعمل a lot of lean practices في السوفت وير ديفلوبمنت سايكل كلها عشان تمبروف الماتريكس دي. فهمت قصدي؟ يعني في الاخر ان انت دلوقتي، لا ممكن يكون الكود ريفيو بروسيس هي المشكله في الليد تايم، ان لو انت الراجل عشان ياخد كومنت على اول كومنت على البي ار، يعني يجب انك تبص على كده اول كومنت انا خدته امتى، هاو ميني كومنتس انا خدتها، وفي الاخر باخد وقت قد ايه عشان ريزولف الكومنتس دي وامرج البي ار. فالبي ار ريفيو بروسيس بيجي وراها كتير جدا جدا بقى، ستارتنج من حتى من اول نيمينج البي ار نفسه، جوينج ثرو مين بي ريفيو، ريفيوينج ريفيورز بول ممكن تكون قليله فده يبقى بوت نيك، فساعتها تبقى انت دايما فتحاول تبص ايه البوت نيك اللي موجوده فتحاول تسهلها وتموف اون احسن في الكود ريفيو بتاعك. ايه الافريج سايز او الباتش سايز بتاع التشنجز اللي بتطلع في الكود ريفيو؟ وده اكشلي ده ستيل بارت اوف الكود ريفيو جايد لاينز او البي ار جايد لاينز. يوجوالي ات ليست فروم اكسبيرينس ان احنا ويوجوالي ستيك ان معظم التيمز اللي اشتغلت فيها من 10 ل 15 فايل تشينج، ان انت في الاخر اكبر بي ار ينفع تطلعه يكون في من 10 ل 15 فايل اتغيروا. فبدوت تقدر تجنتي ان دايما الباتش صغير، فلما الباتش يصغر الباتش اوف تشينجز يصغر، الناس تعرف ريفيو اسرع او الناس ما تكسلش ان هي ريفيو اند سو اون، والكواليتي ايفن اوف الريفيوينج تبقى احسن بكتير. هل احنا رايت سايزنج وين كمز بقى تو الباتش سايز دوت؟ مش بس ذا رول اللي احنا محتاجين نحطها ونقول يا جماعه محدش يغير اكتر من 10 فايلات، ات شود كم ويز الايننج ويز الفيتشر نفسها اللي بتدخل من الاول. هل الفيتشر دي از بيج انف سوري از سمول انف ان هو ان هي تبقى بي باتشد او ان هي تبقى تخش لوحدها فالباتش يبقى فعلا صغير بتاع التشنجز، ولا ده از نوت الايند مع الفيتشرز اللي بتدخل والسايزنج بتاعها؟ فده المفروض يبقى لينكد تو او كورليتد مع الحجم الفيتشر اللي بيدخل. الفيتشر اللي بيدخل دي از ات ان ذا بروبر سايز، يعني هي ينفع نطلعها انكريمنتلي؟ اي حاجه ينفع نطلعها انكريمنتلي او انتوا نقسمها لازم نعمل ده من غير ما نسال نفسنا، فاهم قصدي؟ بحيث دوت هي اند اب ويز ا لوت اوف ثينج، هي اند اب ان تعرف تريترو على لو في غلط حصل في اول بي ار او اول حاجه فتصلحها في اللي بعده وهكذا. وثاني حاجه ان انت بتعرف تطلع باتشات صغيره فالناس تعرف تريفيوها اسرع والليد تايم يقل and respond to that. يعني انا دايما يعني بستريس على حتى when it comes to PRs ان مش لازم كل فيتشر تطلع ب PR، يعني it's not one to one، ممكن الفيتشر دي تطلع في كذا PR، فاهم قصدي؟ يعني imagine كان ان انت بتعمل فيتشر ولتكن مش عارف introducing payment method زي ما كنا بنتكلم من شويه، فانت لو انت مثلا في حد في سينيور which انا بحب ده this type of seniors they prefer to boy scout على الحته اللي هم هيشتغلوا فيها قبل ما يشتغلوا فيها، يعني ينضفوا المنطقه كده ويرشوا ميه وبتاع ويشوف لو مثلا محتاج يسبلت حاجه او يرفكتر حاجه. فده coupling it مع implementing الفيتشر هيكسند السكوب صح، وهيخلي الريفيو محتاج much more context. فممكن تطلع بي ار لوحده وتطلع باتش صغير وتريفيو وبعد كده الفيتشر نفسها، هل could it be splitted؟ يعني مثلا لو انا شغال هيكساجونال ينفع اطلع الادابترز والبورتس مثلا في حته وبعد كده اطلع الدومين في حته، بحيث يبقى الكونتكست سوليد وتو ذا مينيمال للريفيور والباتش سايز في الزمين تايم صغير. ففي الاخر ده سؤال او مشكله لازم تكون بتبص عليها وانت بتمبروف الليد تايم. يوزوالي من الريسيرش ريزلتس ان الناس اللي بت 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 جيت يوزر برانش شورت ميرجد على اقل من يوم، يعني اي البي ارز ان افريج بيجيت ميرجد اقل من يوم، دايما بيبقوا زي ار دوينج بيتر ان ترمز اوف سوفت وير ديليفري بيرفورمانس، الدليفري بتاعهم او بتاع السوفت وير بيبقى احسن بكتير. كود بي يور تارجت ان انت تبقى دايما بتحاول، بس اجين عارف الجود هاتس لو اللي احنا لسه قايلين عليه، ما فيهاش تروح تقول للتيم
يا جماعة أنا عايز الهدف إن إحنا نبقى بنخلي الميرج أقل من يوم وانطلق. ده doesn't make sense صح؟ لأن دلوقتي المتريك بقى هو الهدف صح؟ لكن أنت المفروض تبقى بتشوف إيه الروت كوزز بيهايند ده، وطبعا تخلي الجول كلير انف للناس از موتيفيشن، بس في الآخر إن أنت تبقى بتبدأ بالمشاكل وروت كوزز بيهايند دوت عشان تعرف توصل للهدف نفسه. فهمت قصدي؟ It's not a command يعني اللي هو بس fire up هو وكده. يعني انت قصدك انه يبقى بيحصل ريليز يوميا، ولا ان الكود بس يخلص مش معناه ان احنا نعمل له ريليز في الوقت ده؟ لو انت merging to production merging to master في السي دي means to production. وخلي بالك هو في دي بتختلف برضو، في ناس بتشتغل بريليزز وناس مش يعني الماستر doesn't mean ان هو الليتست او ده اللي يوزد في البرودكشن في بعض الشركات، يعني اللي هو بتكريت ريليز بفيرجن معينه وبتديبلوي الفيرجن دي وهكذا يعني، فهي بتختلف. فانت قصدك يعني خلينا عشان نبقى فاهمين ان الكود يبقى طلع برودكشن في اقل من يوم، فهل مش معناه ان بص على حاجه لو انت خلينا شو اقول لك اتليست هاو اي سي ات او اتليست اي تي سو اي سي سي ات. لو انت عندك سي اي اللي هو سي اي سي تي كونتينوس انتجريشن، انت دايما الناس الحاجه في المصر صح، ان انت دايما بتمرج على المصبوش اقل من يوم زي ما الناس بتقول. انا عمري ما شفتها اتليست براكتيكال بقى هنا ان اي هاد ذا كيس ان سي اي داز نوت مين سي دي. ات كود بي زي انا بقى ممكن يكون شفتها كتير. انا شفتها كتير وانا مش بقول ده حلو او وحش، انا ام نوت جادجنج ده حلو او وحش، بس ات يوجوالي هابن. اقول لك ليه بقى ممكن تكون الناس بتشوفها ربطها ببعض ان انا ريليس تو برودكشن. ايماجن كده لو انت عندك سيرتن رولينج اوت بوليسيز ان انت بترول اوت مثلا ببرسنتج 10%، عندك فيتشر توجل براكتسيز اكزيست، فالكود ده لو هيطلع على برودكشن كل يوم اتس ان ايزي تاسك. فاهم حاجه؟ لان هو كود بي توجلد اوف، it could be ان هو رولد اوت ل 5% بس من الكاستمرز على ايفن على الباك اند او الفرونت اند. فهمت قصدي؟ فخلينا نقول اتليست هنا الميرجنج مينز الكونتينوس انتجريشن، ان انت انت محتاج يبقى الكود على الماستر او البي اورز بتجيت ميرجد افري داي او ان ليس ذان داي. تمام. اصل انا كان في بالي انه ديبلويمنتس كتير على البرودكشن في معدل يومي ده هيخلي الاستابيليتي برضو مش احسن حاجه. ده معناه انه يعني مثلا انا هديبلوي النهارده فيتشر ممكن نكتشف باج طلعت منها، مش باج كبيره بس باج يعني ظهرت عند بعض الناس، فعملنا ديبلوي لحاجه تانية تاني يوم، ففي خلال الاسبوع هبص الاقي نفسي عندي شويه باجز حلوين، فالاسبوع اللي بعده انا انا فاهم كويس جدا انت بتقول ايه، بس انا at least had this conversation last week. avoiding the failures does not happen by avoiding the changes. لا بس انت ما بيبقى عندك وقت ان انت لو انت بتديبلوي ان فيرجن ان في ريليز فيرجن انت بتعملها، فانت بتاخد دي على انفايرمنت تانيه، بتاخد وقتها ان انت تجربها وبتريليز مثلا اسبوعيا. ده كان لازم يحصل. تمام. مش لازم اسبوعيا، انا ممكن ريليز كل يوم لو انا ما هو ده الفكره بقى، ان انت you need to mitigate the change failures، مش avoid the change عن طريق زي ما قلت لك I just mentioned two well known practices. تخيل انت عندك green blue deployment مثلا او canary deployment mechanism، فانت بتعرف تقول ان feature انا هريليز كل يوم بس هرول اوت 2% من الكاستمرز، فاعرف اشوف الامباكت as much as it's stable بالمونيتورنج بتاعي والobservability as much as I can رول اوت مور صح. ممكن يقول عندك فيتشر توجلنج ان انا immediately in real time I can disable and enable things صح، فانس لو something في مشكله اعرف disable it immediately صح. ممكن يكون عندي automation test صح، او لازم يكون عندي automation test ان انا اي فيتشر بتطلع كل يوم اعرف run regression for regression على الموضوع، فيبقى much more confident in releasing. فده كله ايه؟ mitigating not of risk اللي هو failure صح؟ فبيخليك تبقى much more confident ان انت تريليز more frequently. فهمت قصدي؟ تمام. احنا نقلنا ل mean time to restore واحنا بنتكلم، بس اعتقد احنا خلصنا هناك. فده actually من اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه ال mean time to recover. ده احنا قلنا ان المتريك ده بيشوف how fast you recover from failure, bug, incident، اي issue حصلت على البرودكشن او after deployment بتخليك تفول اب رول باك او هوت فيكس او whatever. تخيل كده
لو انت كل فيتشر زي ما بقول لك توجد، فانت لو انت دلوقتي طلعنا النيو بيمنت ميثود اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، والنيو بيمنت ميثود دي كان فيها باج ان هي ما بتستحملش اللود، اول ما يدخل عليها 10 كاستمرز تقع، او 10000 كاستمرز فور اكزامبل يعني. فال 10000 كاستمرز دول عشان الرول باك مينز ايه؟ انا هفتح بي ار جديد، البي ار الجديد ده محتاج يخش جوه البايب لاين، محتاج يجيت ابروفل صح؟ وده يخش ثرو السايكل، فده مينز تايم، فده ممكن ياخد ساعه فور اكزامبل، والديبلويمنت انكلودنج ايفري ثينج. تخيل لو انت توجل بس عندك فيتشر توجل للفيتشر دي ان انت تهايد ات كومبليتلي فروم السيستم، فتسيت ات فولس كود بي ا مينيت كود بي ايفن سكندز صح، او خلينا نقول مينيت لحد ما تجيت كاسكيدد لكل الكاستمرز. فلو انت يو ار نوت توجلينج ثينجز او ريليز او توجلينج ات مايت امبروف المين تايم تو ريستور. خلي بالك كنا لما بتكلم هنا على التوجلينج، انا بشوفها حتى لو انت يو ار نوت ريدي تو توجل، سواء سيستم برسبكتيف او حتى تولينج، فاهم قصدي؟ ات كود بي حاجه جرادولي انت بترول تيم ان صح؟ يعني انت ممكن تستخدم which is I use it في الميني تيمز just environment variables. لو انت عندك دوكر مثلا على كوبرنيتس او وي سي اس او وات ايفر، انت just you can just use some flags او حتى في الدوكر. It might طبعا require restarting للاب او الحاجة تبقى بترستور، بس it gonna be much more better than ان انت تكون مش بتوجل اصلا ومحتاج تعمل فول رول باك. فاهم قصدي؟ طبعا في فيتشر توجل ميكانيزم ماتش مور ماتيور يعني، بس ان كيس اني عارف اللي هو ما لا يدرك كله ولا يترك كله بالظبط. One other practice او question you need to ask here، انت تقدر التيم بتاعك او الكرنت سيستم ستيت from observability perspective بتديك الـ ability ان انت identify failures fast، سواء بقى عندك enough monitoring enough we have set up الـ SLIs والـ SLOs على الـ main flows مثلا، at least على tier 1 flows مثلا او even حتى كل system components، بحيث يبقى بيجي لك alert. وهنا actually مهم قوي ان انت تبقى برضه بتسال، طب انا عندي سيستم بيز مينترنج ولا اتس مور كوز بيزد مينترنج؟ يعني السيستم بيز بيخليك ا بيت ماتش مور انتر اكتيف او برو اكتيف للفيليرز، لان وانس ذير از سم سيمتوم لاني انسيدنت او اوتج او بروبلم هتحصل على على البرودكشن اوف السيستم، يو ويل جيت ان اليرت رازو زان الكود. فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا تخيل كده لو انت عندك المكنه بتاعه الداتابيز مثلا السي بي يو بتاعها عالي، السي بي يو بتاعها ده عالي از نوت ا بروبلم صح، هو مش السبب، هو في مشكله اللي خليته يعلى، بس ان هو يزيد ده سيمتوم صح. فلو انت عندك اليرت على السيمتومز هتخليك ماتش مور اكتيف ان انت تحل المشاكل وانس ات هابنز او ايفن بيفور ات هابنز. هل ده واضح؟ فانت ما تستناش يعني لما يحصل ريبورت الكيس وتبدا تتدخل، لا، فانت عرفت انه السي بي يو علا او الرام بقت فول، ما فيش يعني فيش سبيس على الديسك وات ايفر، فانت بتقدر تعرف من المتريسيز اللي انت حاططها دي. بالظبط. اديشنالي كمان خلي بالك وانا هتكلم برضو عليها في الـ في الـ في الـ في الريسبوند او الاون كول، هي مش لازمه للاون كول، بس انت في الالرت دي انت برضو you need to refine the severity levels الواضحة والcommunication بتاعها يكون واضح across the team، ايه اللي critical وايه اللي مش critical. ده كله بيساعدك ان الـ respond يبقى مختلف، الـ respond يبقى اثر الحاجات critical. نفس الكلام لازم يكون في on-call process، لازم الـ on-call process دي يكون واضحة. On-call دي they have different approaches للon-call، there are different approaches للon-call setup، بس اتليست لازم يكون فيها رايت سكريشن باث، حد ان كول، حد لو هو ان كول ومش ريتشبل مين هنسكريت لي مين اللي بعده وهكذا صح، ايفن ذير از شادوينج او وات ايفر، عشان تجيب as soon as possible respond from whoever is accountable او يقدر يساعد في حل المشاكل، فيقلل لك في الاخر المين تايم تو ريستور. فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى مين تايم تو ريستور ساعه، منهم ساعة لربع بنحاول نجيب الراجل اللي يصلح المشكلة أصلا صح؟ أو اللي المفروض يحلها يعني. أعتقد برضو من الحاجات اللي هتثبت advanced شوية هي الـ agile war room، إن أنت للـ war rooms there are certain setup صح؟ و communication etiquette should be followed.
برضه نوضح الـ War Room بالنسبة للناس اللي ما تعرفش يعني. الـ War Room is just اللي احنا imagine احنا عندنا incident او حاجة على البرودكشن it's ongoing واحنا مش عارفين بقى نحلها ازاي، يعني even حتى مش عارفين الـ role back in. وصلنا للآخر فكل الناس جت احنا جبنا بني ادمين احنا جبنا بني ادمين اللي المفروض تحل المشكلة بس مش عارفين يحلوا المشكلة صح؟ فالبني ادمين دي لما تقعد مع بعض ويحاول بقى يروت كوزا يران روت كوزا اناليسز او يفجر اوت ايه اللي احنا اصلا المفروض نصلحه، ده اسمه وور روم. الوور روم دي ليها براكتسز، يعني هي ثلاثه روكت ساينس، يعني مين المفروض يتكلم، مين يبقى المفروض وانتوا بتتكلموا يكون بي كوميونيكيت للاذر للاوتسايد وورلد، بدل ما كل شويه يبقى اللي بيحل المشكله هي اللي الناس عماله تزن عليه احنا هنرجع انت هنرجع انت، فهمت قصدي؟ فده كله حتى ايفن السمول فيبقى حد بروكسي هو في النص هو بيجمع وبيحاول يكيب كالم وبيتكلم مع الناس اللي بتحل المشكله عشان ما يوترهمش بالظبط بالظبط. ويقول بقى للستيك هولدرز، يقول للاوتسايد وورلد يا جماعه احنا هنرجع بعد ساعتين او هنرجع بعد ثلاث ساعات، بدل ما هم يفضلوا بيزنوا على الراجل اون كول اللي بيحل المشكله او هو ايفر يعني. وازاي انت حتى ايفن في الروم whenever you are running after an hypothesis ما حدش ثاني يطلع بهايبوثيسز، فتند اب ان انتوا عمالين خمسة ستة مش عارفين نسمع بعض من كتر ما احنا فاهم قصدي عاملين كريت اسامبشنز. بس فالموضوع سهل، مش روكت ساينس زي ما قلت. في تقريبا كل الناس اللي بتعمل اون كول سيستمز بتطلع جايد، بتكتب جايدز عن هاو تو رن اور روم يعني. فده برضو في الاخر بيند اب ان انت بتمبروف المين تايم تو ريستور صح. طب لو احنا عندنا الكلام ده كله تمام، وان اذر كويشن يو نيد تو اسك، لايت ويت تشينج ابروفال بروسيس. A change failure to be fixed needs another change. فاهم قصدي؟ عشان تصلح change failure انت محتاج another change يصلح ال change ده most likely. ومحتاج تتأكد ان ال change failure اللي بيصلح ال change ده does not bring another failure to the table صح؟ يعني مش بيحط نصيبة تانية للموضوع. فال approval دي needs to be lightweight as much as possible. بحيث ان هي ما تعطلش او ما تزودش في المين تايم تو ريستور صح؟ يعني ده كده اعتقد المين تايم تو ريستور. از اي سيد ده بعض من الامثله اللي انا وينت ثرو واي فيجر اوت ان احنا ممكن ندي مثال برضو على حته يعني كمثال بقى يعني تبقى اقرب للناس انه قصة احنا مثلا المشكلة كذا فاحنا بنعمل 1 2 3 فيبقى الناس قدرت تسامري. يعني انا من اول ما عملت الكود بتاعي ايه زي ايه نقدر نقول النصايح اللي الناس تركز عليها واحنا بنعمل الحتة اللي هي بتعمل مشاكل غالبا من خبرتك يعني، فدي المفترض نركز في دي، نحل المشكلة دي لحد ما نوصل ان احنا بنديبلوي وبنحل المشكلة لو حصل مشكلة في الديبلويمنت. يعني هقولك الاوبتيمال سيناريو الاوبتيمال سيناريو، بس الاوبتيمال سيناريو نيدز اوبتيمال سيت اب ماشي. فلو انت السيت اب بتاعك از نوت ريدي ان انت تران الاوبتيمال سيناريو دوت، انا شايف ان دايما في حلول وسط، يعني تعرف تعمل كل بارت من الاوبتيمال سيناريو ده بطريقه معينه. لو انا عندي فيتشر، خلينا اجين انتروديوسينج ا نيو بيمنت ميثود في سيستم، ففي اي يوزوالي هاف ا مونيتورينج بوليسي في التيمز اللي بشتغل فيها ان في سيرتن، عارف السؤال هي شغاله اصلا ولا لا، عارف السؤال ده. فده لازم يكون عندك داشبورد على جرافانا او وات ايفر الاوبزرفابيلتي تول اللي انت بتستخدمها تجاوب على السؤال ده. يعني فور اكزامبل المونيتورنج انتروديوشن نيو بيمنت ميثود عشان اعرف هي شغاله او لا لازم يكون في ادابشن بسيرتن برسنتج. هي صراحه اناليتكس تول، هي مش بتجاوب على كل اسئله الاناليتكس، فاهم حاجه؟ هي مش عاملها عشان انالايز، انا عاملها عشان اعرف هي شغاله ولا لا ولا خربانه. فايه اجابه السؤال ده كان اونلاين مع البرودكت، كان اونلاين بقى مع هو ايفر، والجواب ببساطه شديده جدا بحيث يبقى المنت الداشبورد بتاخد منك ساعتين عشان تبنيها من فروم سينيور انجينير يعني. فيبقى عندك على جرافانا داشبورد بتورينا الادابشن، هاو ميني يوزر يوز ذس ايه بيمنت او الاكسبشنز اللي في البيمنتس اللي في نيو بيمنت ميس. فده انت بتبقى اكتفلي مونيتورنج في اول فتره بتطلع فيها الفيتشر، فبتبقى عارف على طول هي ضربت ولا ما ضربتش. هل كده واضح لك؟ وتحط طبعا على سيمتم بيس بالظبط. انا برضه هركابه. فاول حاجه احنا هنمونيتور ونشوف بعد ما عملنا ريليز، او المفترض ان احنا عندنا تول بتمونيتور اصلا، فانا اول ما اعمل ريليز فانا قادر اشوف ان الاي بي ايز دي بيحصل لها كول، ان ما فيش فيلير بيحصل في الاي بي اي دي، ما فيش حاجه واضحه، ايرور واضح بيتريبورت بالظبط بالظبط.
فانت دايما محتاج بس زي ما قلت لك اتس مينيتورنج داشبورد مش اناليتيكال داشبورد اتس ديفرنت، فاهم قصدي؟ فده خلاص انت جاوبت السؤال ده بقى، هي اصلا شغاله ولا خربانه. البراكتس الثاني اللي لازم يكون موجود او شايفه ده بلونجز تو ذا اوبتيمال سيناريو، ان انت تبقى عندك فيتشر توجل تعرف تبرانش بيه الكود، تعرف تبرانش بيه السيستم، برانش جوينج انتو مود اوف فساعتها دي مش هتظهر، going into mood on فساعتها البيمنت ميثود الجديده دي تظهر. فونس ان انا اي جت اليرت سيمتم بيز اليرت من المنتور اللي بتقول خلاص دي خربانه مش شغاله، اعرف جاست ايه اتوجل ات اوف، كود بي اوف باي انفايرمنت فاريبل في دوكر زي ما قلت، او حاجه ماتش مور ادفانسد كود بي، كود بي ايفن بوليان مرمي في كونفيجريشن فايل جوه الاب، انت فاهم كود بي لحد فين. بالظبط. فونس ان انت عندك توجلنج ات وهاف يو هاف منتور داتا از ويل، again the optimal scenario is rolling it out partially. ان انت roll out ال feature دي لو انت عندك كناري، اعتقد دي it's a very advanced step بس يعني لو موجودة هتبقى عظيمة. انت تقول والله انا ه roll out ل 5% من الكاستمرز ال feature دي، 5% من الترافيك هيشوفوه، فال impact even هيبقى اسهل، ال pressure وانت في الموضوع هيبقى اسهل بكتير. يكون in the meantime عندك زي ما قلنا on call process واضحة معروف لها سكيدجول معين، سكيدجول ببراكتسيز معينه ما يبقاش بي اوفر ويل من الناس اللي موجوده في السكيدجول دوت اف اتس بوسبل يعني. واديشنالي اسكليشن باث واضح، فاهم قصدي؟ يعني انا في شركه من الشركات واند اب ان السي تي او اللي بيريبورت لي 4000 بني ادم بيجي له الانسيدنت لو الناس ما ردتش، انت يعني موبايله هرن كده، فاهم قصدي؟ دي طبعا معناها ان في ناس هتطير فيها رقاب يعني. فانيوي فانت في الاخر يبقى في سكليشن بروسيس واضحه، الناس بتمشي معروفه ان يبقى عارف اللي هو بنزل ننزل لغايه ما يبقى حد بيجي يحل مشكله. وزي ما قلنا بقى نجوس رول الاجايل وور روم والابروفال بروسيس البسيطه اللي تخلينا نجو. تمام، حلو جدا. عرفت ريكاب كده ولا زي ولا ريكاب محتاج ريكاب؟ لا لا تمام. بعد كده نخش على الديبلويمنت فريكوينسي. الديبلويمنت فريكوينسي انت ذا كويشن او مشكله اتس مور اي ثينك اراوند كل اللي فات، مش هي بس، فاهم قصدي؟ انت لو بتقطع شغلك صح وتقطع بسيط ينفع تطلع البرودكشن مور فريكوينتلي صح، فالديبلويمنت فريكوينسي دي اعلى. ده عكس المين تايم، ان انت المين تايم بتحاول تقلله بس الديبلويمنت فريكوينسي بتحاول تزودها صح، لان كل ما يبقى عندك frequent deployments ده indicator ان انت we are following the best practices في CD. on a team level عارف من الحاجات اللي مثلا exercise اللي كنا بنعملها ان انا مش بس بشوف how many deployments this team released، انا كمان بشوف كنا نبص how many failed deployments this team released. failed I mean failed مش طلعت production وحصل issue. failed mean it didn't went out ان حصل build وطلع docker image، فاهم قصدي؟ that can give you as as an auditor, so it could be principal, staff, engineering manager, or whoever. هو أصلاً اللي مخيش هناك المشكلة في البايبلاين دوت. فبس I think that as simple as إن أنت you need دايماً تشوف إيه البراكتسز اللي أنت محتاج تعملها عشان تinkrease ال better ال KPI. بعد كده آخر حاجة ال change failure rate ده one of the KPIs you would like to drop أو المتريكس اللي أنت عايز تقللها. طب انا بقى فيلير وات فيلير مينز لو يطلع برودكشن، لو ما اتقفش قبل ما يطلع برودكشن صح. يعني ده ما اتمسكش قبل ما يطلع برودكشن، احنا قلنا بقى شويه قلنا لوت براكتسز تخليك تقلل الفيليرز، بس ايفن حتى فيليرز ستيل كود هابن لان البيبل ميستيكس از ا كونستانت صح، ده حاجه وي كانوت افويد بس وي كان ميتيجيت. فلو انت التشنج فيلير دوت زايد يو نيد تو تشيك how many quality gates you have او gateways you have والefficiency بتاعت every single gateway. gateways دي could be ان انا عندي automation test بيرن regression على الفيتشر وما around او smoke test. it could be unit test صح، whatever بقى test permit بتاعك شكله عامل ازاي، بس if it's automated فده is a quality gate صح. انا محتاج اشوف ليه ما قدرش اقفشه من بدري يعني. بالظبط could be a test coverage issue صح. من الكواليتي جيتس برضه مانوال تيست صح، ان انت يكون في مانوال تيست بيكمبلمنت الريجريشن والسموك تيست الحاجات الاوتوميتد، لان اعتقد ثيوريتيكلي
theoretically most of the time انت بتحتاج ترن الاثنين من زمين تايم صح؟ يعني none of them should replace others the other. ف انا يعني في الاخر انا مش شايف ان انت لازم يبقى كل حاجه مانيوال، وشايف ان ايفن لازم نروح الناس لازم تروح الاكستريم الاوتوميشن مور لايكلي، بس ستيل المانيوال انترسبشن از نيديد. فدي كواليتي جيت ويز. كواليتي جيت ويز كود بي الديفلوبر نفسه، الديفلوبر نفسه داز نوت او ما ينفعش يبقى بيطلع الحاجه واه في واحد وراها هيتست، يعني عارف السيفتي نت دي، دي كود بي ا بروبلم ان انت دايما ان في سيفتي نت عند الديفلوبر ان هو عارف ان في حد تاني هيبقى بيبص ويشوف. هو زي ما انت قلت زي ما انت قلت في الاول انه كان يبقى انديكيتور كويس او ميتريكس ان احنا نبص عليها التيكت نفسها بتروح وبترجع قد ايه، بتروح للتستر والتستر بيرجعها كم مره والكلام ده، فده دليل برضو نقدر ناخد منه ان الكواليتي بتاعه التسليم بتاع الديفلوبر قليله، فمحتاج يشتغل عليها. انه ما ينفعش ان انا كل شويه التاسك عماله تروح وترجع تروح وترجع، ده معناه ان انت مش انت اوريدي عندك يعني في حاجه مكتوبه، مفترض انه تيست كيسز مكتوبه لك ان احنا عايزين السيناريو ده يعدي ده يعدي ده يعدي، فمفترض ان انت مش بس يعني بارت اوف ديفلوبمنت ان انت تست كويس تطلع الاكسبكتد يبقى كويس، ان انت تشوف الايدج كيسز ما جبتش ايدج كيسز اه دي ممكن ديتكتها الكيو اي يمسك دي وترجع لك، بس مش يبقى الطبيعي ان احنا رايحين راجعين يعني. بس على فكره في تيمز ما بقاش فيها تيسترز يعني بالظبط. انا في اشتغلت مع ناس الديفلوبر نفسه هو بيتست، بس طبعا بيبقى من ناحيه البرودكت لازم تيست كيسز مكتوبه بالتفصيل. بالظبط بالظبط بيبقى في، بس يعني انا اتليست في ثلاث شركات من شغال فيهم كان دايما في بزنس اناليست او تيست اناليست، هو بيكتب التيست انفنتوري ماشي، والديفلوبر حتى لما انا كنت سينيور ديفلوبر انا عارف اللي هو برنسبل يو بيلد ات يو ران ات يو تيست ات، اللي انت بتكتبه هو اللي انت بتديبلويه هو اللي انت بتعمله تيست، يعني انت اللي بتعمل الثلاث حاجات فاهم قصدي ايه؟ فبتند اب ان انت بتعمل الثلاث حاجات ليترلي مع بعض، مش فالسيفت نت دي بتختفي صح؟ لا اجري طبعا. انا بس عايز اعلق على حاجه بسيطه جدا من اللي انت قلته، ان لو في بينج بونجز ما بينك وبين الـ وما بين التستر فده هيسمع في الليد تايم صح؟ بس مش هيسمع في التشينج لو هو التستر بيقفشه، لكن بس ستيل الديفلوبر از وان اوف ذا كواليتي جيتس، لان لو انت في السيفت نت دي اتس هاي لايكلي ان حاجه هيبقى في ماتش مور فيليرز راحه للتستر فممكن تعدي، او الاوتوميشن جيتس فممكن تعدي. هل فهمت قصدي؟ بالظبط. We covered this الموضوع الاسكيب بج انت need to measure. اتكلمنا على الاوتوميت تيست واحنا بنكفر الحته الاولانيه. نفس الكلام التيست انفنتوري اعتقد ده one of the things I believe ان في ناس ما بتهتمش بيه قوي، ان انت يكون عندك تيست كيس انفنتوري للريجريشنز للسموك لكل حاجه زي ما انت بتقول فيتشر بتطلع يكتب لها تيست كيس بتاعتها. مش عارف لو انت اكيد سمعت على البيهيفيرال دريفن تيست. انا شايف ان هو شويه انا اتليست ما بحس ان شويه الناس بتهرب منه، بس هو من احسن الحاجات اللي انا اونستلي شفتها، لان انت في الاخر بتكتب انجليزي صح، فالتيست ار ماتش مور ريدبل، سهل ان انت تمبلمنتها ثرو يونت او انتجريشن او وات ايفر. فبرضه انت محتاج تشالنج هل ديد يو هاف انف تيست كيسز او كفرج. النقطتين دول شبه بعض شويه، ان انت الكواليتي انفايرمنتس عارف اكيد سمعت على الاميوتابل انفايرمنتس، ان لو انت الانفايرمنت بتاعتك ار نوت اميوتابل ده بينكريز البروبابيلتي اوف هافينج تشينج فيلير. يعني اماجن كده ان الديف والتست والبرودكشن ان كيس ان احنا بس ده اسمبل از ان هم دول الثلاثه انفايرمنتس are not identical to each other. ساعتها it's high likely اللي يشتغل على الديف او على التست مش على برودكشن صح؟ او اللي يشتغل على الديف مش على التست وهكذا. فالميوتبل انفايرمنت يعني انت يكون عندك انفايرمنت as a code for example ان no one can mutate the state بتاعت الانفايرمنت، ما ينفعش حد يخلي يغير الكونفجريشن بتاعت الابلكيشن مثلا، او يخلي المكنه اللي على الديف مش عارف كبيره جدا عملاقه فما تبقاش بتكابتشر البرفورمانس ايشيو بس على التست هي اقل، او على البرودكشن ايفن ممكن تكون ماكنه من نفس السبيكس. في ريشيو ما بين الريسورسز شود بي كونسيدر، بس في الاخر نو وان كان دو ذات ذيس كايند اوف تشينجز اند اني اذر تشينجز.
باي هيمسيلف لو هو عنده اكسس على البلاتفورم او على بالظبط. الانفايرمنت. ده من ضمن الحاجات الفوائد بتاع تطبيق الجيت اوبس، ان انت مفيش حد يقدر يدخل مانيوال يعدل بايديه حاجه، انت قافل خالص بالظبط في اي تشينج هيطلع لازم يطلع بالظبط ببول ريكويست، لازم يحصل له ريفيو، حتى لو تشينج على الانفرا، تشينج على الكونفيجريشن من الديف اوبس وات ايفر، بالظبط لازم يبقى بجيت، لازم يبقى متسجل في الدفاتر، ما ينفعش انت تدخل بالظبط تحلها بايديك، لان انت لو حليتها بايديك ما بالظبط. هي كده عدت التستنج انفايرمنت، بس هتطلع تفايل فوق في البرودكشن اللي لا لا، وهتند اب ان ديزاستر يعني. I have been working in teams. احنا عندنا ديف يعني في اصلا سيرفيسز مش موجوده يعني، تلاقي ما فيش كافكا على الديف مثلا والله العظيم، بالظبط. تلاقيها على التيست، فاهم قصدي ايه؟ فانت لازم، ففي الاخر انا هتست حاجتي ازاي؟ مش هو بقى هتميمك حاجه او كده. فالاميتبل انفيرمنت از سمثينج، ده بقى انفراستراكشر از كود والجيت اوبس زي ما انت بتقول. واعتقد يعني فيها لوت اوف براكتسز بقى هناك، وانت تيرافورم ولا مش تيرافورم يعني، ممكن بقى نبقى يعني اعتقد ده سرد تاني يعني. فكده اعتقد خلصنا الفور ميتريكس، وازاي ممكن تبقى بالدياجنوس او بالديب دايف في الاسئله او نوعيه المشاكل اي ونت ثرو، واعتقد ناس ثانيه كتير عدت بيها، فتقدر تمبروف زي، بس يو نيد تو ميجر زي صح؟ فعشان تعرف يو كانت امبروف وات يو دونت ميجر صح؟ فسيمبلي ده تول تشين لدورة اي بحاجات من الناس بتستخدمها، واللي انا اي بيرسونال استخدمتها. انا اونستلي استخدمت بلاتفورمز بتعمل كل ده من غير ما انت تبقى محتاج تو جامب ان تو ديتيلز، بس يو كان دو ات باي يور سيلف. فهتلاقي ان الديبلمنت فريكونسي يو كان ميجر ات في السي اي مثلا، فساعتها لو انت عندك جينكنز او حاجه يبقى انت بتعرف الديبلمنت فريكونسي. هتكلم على ده بالتفصيل تاني. الليد تايم من اول الكوميت لحد الميرج زي ما قلنا، يبقى في ناس بتستخدم جيرا، وانا مثلا اشتغلت في شركه ما اعتقدش يعني انه سر المزير وزا بابليك بلوج على ده يعني. في هلو فريش، احنا هلو فريش ما بقيناش نقيس الليد تايم على جيرا، ان ديد ورك اس فور ديد ورك فور اس، ولا طبعا ولا ايجنت ديف اوبس ولا سيتل سي اي، مش على حاجه من دول. احنا كنا بنجيبها من الجيت هاب و والسي اي يعني تو داتا سورسز، وهقول لك ليه في اللي جاي. الاتشينج فيلير ريت ممكن تجيبه من السي اي تول، والمين تايم تو ريستور او وايفن والتشينج فيلير ريت ينفع تجيبه من سيرفيس ديسك بتاعك او من الاون كول سيستم. خلينا اتكلم عليهم دلوقتي، بس ده سامبل على الفود تشين، هشرح اكتر دلوقتي في السلايد دي. في سيرتن تشالنجينج بقى ميجرنج المتريكس دي، فوير تو ميجر وات. كنت بتكلم عليه تايم تو تشينج. تجربتي في هلو فريش مثلا او في شركه قبل هلو فريش، احنا كنا وي ار ريلاينج اونلي على الجيت، وايفن في هلو فريش كان برضو بريفيسلي وي ور ريلاينج على الجيت، بس وي فيجر اوت ان في مشكله ان انت في الجيت ممكن تبقى حد بيسكواش ميرج، ممكن يبقى بي ار في ميرج اس كوميت، بي ار على برانش انت كنت بتستخدمه قبل كده وبعد كده في فيتشر تاني رحت مكمل على البرانش ده. عشان بالظبط. تجيب الفيرست ايرلي كوميت، لان احنا قلنا الليد تايم بيبدا منين؟ من اول كوميت صح؟ فانت لازم تجيب التايم ستامب بتاعت اول كوميت، فتبدا يبقى عندك مشاكل في اول كوميت صح؟ انت مش عارف تجيب وقتها، فبتستخدم معاها بروجكت مانجمنت تولز از داتا سورس اللي هو زي جيرا مثلا. من مشاكل جيرا برضو اللي انا اي اكسبيرينس ذات او غير جيرا، لو في حاجه تانية غير جيرا بتعمل ده، انا اونستلي ما استخدمش غير جيرا، ان هو كنا بيعملها زي على جيرا في شركه من الشركات. وانس ان انت يموفت التيكت من ان بروجريس، فده مينز ان دي الفيرست كوميت حلو، ومن ان بروجريس لو انت حطيتها دان فده مينز ميرجت، فده كده ليد تايم. بس للاسف ده مش مش حقيقي. مش صح، ده فيه مشكلتين. مشكله هقولها هتوهك سنه بس لازم اقولها، اهم حاجه في دور ايه ان هي اجنوستيك صح، مش مهم انت شغال باني تولز ولا بلاتفورم ولا اي بروسيس. انت ممكن تكون شغال سكرام اصلا، مش شغل كانبان، ممكن تكون بتجيب الناس كل يوم الصبح يا جدعان احنا هنعمل النهارده، فاهم قصدي ايه؟ يعني ممكن تعمل اللي انت عايز تعمله، ات دزنت ماتر. بس هنا لما انت تريلاي على ال تي سي في الجيت سوري في الجيرا، افرض تيم اكس، ودي كانت بتحصل لنا شخصيا، ان تيم اكس شغال كانبان، فالورك فلو بتاعه على جيرا مختلف، ما فيهوش اصلا دان، الديفينيشن اوف دان عنده مختلف، وتيم واي الديفينيشن دون عنده مينز ان هي بس التست قال دي شغاله بس نوت ميرجد، فيبدا يظهر الايه المشاكل دي. فانت وبتميجر نصيحه، حاول
ما تاخدش الحاجه كده بلاج اند بلاي، ان انت بتاخد التول وتحطها وتركبها وخلاص، ولا ده هتظهر لنا مشكله تانية هقول عليها. شوف انت وات فيتس ويز يو. لو انا عندي تيم واحد فخلاص فقشطه، ممكن استخدم جيرا صح؟ عندي تيم واحد اصلا ممكن ما ابقاش بستخدم اكسلريت، ده حاجه تانية اصلا صح؟ انا عندي التيم بتاعي اربعه خمسه، فانا لازم مثلا انا ملهاش منطق، ما فيش منطق ان انا استخدم اكسلريت صح؟ فات مايت اند اب ان انت due to the challenges I just mentioned، ان انت تستخدم these data sources وبقى تخش تبني data pipeline بتاعك custom one، يعمل cleansing بقى للايفنتس دي، تشوف هتجيب ايه من جيت وايه من البروجكت وايه من السي اي سي دي. يعني من السي اي سي دي مثلا it could be ان انت بتجيب الفيرست كوميت ها من السي اي سي دي، من بالظبط سوري هيبقى مور اكيوريت فعلا، لانك ده الوقت اللي انت بالظبط عملت فيه كوميت فعلا وعملت بوش للكود يعني. الديبلويمنت بالظبط، الديبلويمنت انت هبقى ادق حاجه هي السي اي سي دي، لان هو ده اللي بيديبلوي، فساعتها يبقى هتاجنور الدان ستيت اللي في جيرا صح؟ فهل دي واضحه؟ زي الفل. التشنج فيلير ري داتا بوينتس دي برضو اتس ديفرنت فروم سكيل تو سكيل، فروم شركه لشركه وهكذا. من الحاجات اللي احنا وي هاف اجنورد انا في تجربه من التجارب، ان احنا ودين ريلاي على السيرفيس ديسك، احنا بس على البروجكت مانجمنت. يعني لو انت حد فتح عليك باج من الاخر بالبلدي بيفتحها على جيرا في التيم، سواء بقى تيستر او اي حد من الشركه، بس الكاستمر مش عارف يفتح على جيرا صح؟ الكاستمر بيكلم الكول سنتر والكول سنتر بيفتح السيرفيس ديسك، او هو في سلو وقت اوت الاب. قصدك ان في وقت ما بين انها تتريبورت من السيرفيس ديسك الجيرا يعني؟ بالظبط الله ينور عليك، لا اما في وقت او ممكن اصلا ما يكونش ده اللينك ده موجود، فانت بس اجنورينج انذر دايمنشن او انذر داتا بوينت اوف اسكليتنج الديفكتس. هل فاهمني؟ يعني اللي هو احنا الهدف في الاخر الكاستمر، فاحنا المفترض بنقيس بناء على رؤيه الكاستمر مش رؤيتنا احنا كتكنيكال تيم. فالكاستمر بس مش قابلته شروط احنا المشكله بس دي مثلا من شهر واحنا لسه متريبورت لنا النهارده مثلا. بالظبط الله ينور عليك. فده ساعتها هتقول والله لا ده انا لازم يبقى ساعتها باخد انتو كونسيدريتد سيرفيس ديسك. طب ات مايت بي اوفر كيل، ان انا اصلا انا عارف ان انا عندي بلاوي في الاول، فانت ممكن تقول انا انكريمنتلي. شوف الاجيلتي في ازاي ممكن ترول اوت الحاجات دي، هي اهم حاجه. ممكن ان انا والله برضو ما تبقاش تو ماتش يعني اكستريم اوبينيتد اباوت ثينجز، يعني في الاخر تبقى بتقول الستاندرد سام ليميت. فالتشينج فيلير ده انت محتاج، لا ممكن تجمع الداتا بوينتس دي، ممكن تجمع بالاون كول اديشنالي الانسيدنت فتحت امتى وريزولفد امتى، فاهمني؟ فساعتها هتعرف التشينج فيليرز عامله ازاي صح؟ او تعرف ايفن حتى المين تايم تو ريستور، المين تايم تو ريستور عليه تبدا هو امتى اتفتحت وامتى اتقفلت. بس في الاخر هنا في الشينج فيلير ريت هو الفريكونسي اوف الفيليرز، انا اجيبها من السيرفيس ديسك، في الكاستمر كومبلينز اجيبها من جيرا او وات ايفر بقى الريبورتس اللي بتيجي ديفكس ريبورتد، والاون كول الانسيدنت بقى اتسيلف. يعني في الاخر اتس فيلير. هقول لك حاجه كده هوسع شويه بقى السكوب بتاع الدسكشن، بس اتس ان ايكو سيستم في الاخر. لو انت عندك انسيدنت وانت مش عارف الانسيدنت دي لينكد على انهي ريليز، فانت كده في مشكله، لان انت مش عارف الفيلير ريت دوت بتاع انهي ريليز صح؟ فعشان تعرف على انهي ريليز لازم يكون عندك ريليز مانجمنت محترم صح، او موجود في التشينج لوج وفي تاجز. التاجز دي انت معروف ان التشينج ده بتاع الريليز الفلانيه، بالظبط. وده كله اوتوماتيكلي لينكد ايفن حتى على الاون كول سيستم زي اوبس جيني او حاجه. هل واضح لك انا قصدي؟ بالظبط، ان انا ببقى شايف لو مثلا بشوف التولز اللي انا بمونيتور بيها ان هنا في الوقت ده حصل في تاج محطوط او تشيك بوينت ان هنا عملنا ريليز لفيرجن كذا، فمن وقتها بدا يظهر الايرور ده، فنبقى عارفين ان هو ريليتد بالفيرجن دي، فممكن بقى وقتها نفكر طب نرول باك ولا هي ممكن تتصلح فنصلحها باتش، ولا يعني نقرر وقتها يعني. بس احنا عرفنا ان الكود اللي انتوا طلعتوه ده فيه مشكله، فعلى الاقل عرفنا ايه بالظبط. ده بقى اللي انا كنت بحاول اريفلكت عليه في الاول سيشن، اهميه الاكسلريت اتس كامينج فروم ا ريسيرش از ان اوت كام. شايف وانت بتميجر اربعه متريكس انت عمال ازاي تمبروف في الايكو سيستم كله او في السايكل كلها اون ديفرنت اسبيكتس اون ديفرنت جرانيولاريتيز، لان في الاخر عشان هي كلها في الاخر تبقى متعشقه مع بعضها، البازل كلها كونكت تو ايتش اذر، انت محتاج تعمل امبروفمنتس دي ان ديفرنت دايركشنز صح؟ دي حلاوه الاكسلريت. الفيلوسيتي مش هتقول لك ده، انا I'm not comparing apple to banana، بس انا بقول لك ان الناس اللي بتستخدم الفيلوسيتي او لاش، يعني لو انا زمان كنت بستخدم الفيلوسيتي وبرن اوت شورت از ان انديكيتور اوف احنا بيرفورمينج ولا، ممكن اصلا كنت المفروض ما كنتش اعمل ده، بس في الاخر هما مخبيين ده كله جوه وان متريك. انا لو البرن اوت شورت بتاعي واطي انا ممكن ما اروحش ابص في الاكسشينج فيلير ريت بتاعي، او ان انا ما عندي مشكله في الاون كول سيستم، او انت فهمت قصدي ايه؟
في الاخر البنش مارك بقى بتاع الريسيرش السنه دي زي سيجمنتد الكاستمرز او الشركات اللي عملوا عليها ريسيرش انتو فور مين سيجمنتس ماشي، اللو ميديوم او وين ات كمز تو بيرفورمانس ماشي، اللو ميديوم هاي بيرفورمانس، الاليت بقى فيرجن دول اللي هم التنانين ماشي، دول خمسه دول اكشلي ال 18% من الناس اللي ردت. يعني هو في الاخر بيقول لك الديبلمنت فريكونسي كل مترك عندهم عامل ازاي. فخلينا ناخد مثالين ثلاثه ما نطولش فيها. خلينا نبص على اللو اللي الشنج فيلير ريت بتاعهم 64%. وات مينز؟ معناها ان 64% من الريليزز اللي بيطلعوها او الفيتشرز اللي بيطلعوها يا اما بيطلع منهم بعدين بيفولو اب عليها بهوت فيكس او رول اوت او رول باك او انسيدنت. هل متخيل؟ ده دول غالبا يعني مش شغالين اصلا، اللي هو تلات ارباع الشغل اللي بيطلع مشاكل. لو ما يقفلوا ويمشوا احسن يعني، انت فاهم قصدي؟ وبيقول لك الديبلويمنت فريكونسي، هتلاقي الديبلويمنت فريكونسي الموضوع عشان كده هو كان اسهل حاجه احنا اتكلمنا عليها. الفارينس او الديفيشن مش كبير، هم زي الهاي او هم سوري زي الميديوم وانس ا ويك مثلا او وانس ا مانث ايش يعني دوبل صح. هتلاقي التشينج فيلير ريت بتاع الناس الهاي او الاليت 5% و10%. فلو هو بيطلع 10 فيتشرز في الشهر، هو مثلا 5% ده اللي هو مثلا لو هو بيطلع 100 فيتشر فهو عنده 5 فيتشرز هو بس اللي باظه او اللي ضربه او ان كان بقى ضربه دي يعني سبجكتيف تو، هو رول باك ولا هوت فيكس او ولا فيكس فورورد. انت فاهم قصدي؟ لان يعني زي ايفن سيجمنتد ذيس كايند اوف ثينجز لو انت بقى بتعمل ديبر اناليسيز اوف البرفورمانس. الريستور المين تايم تو ريستور هو ده الاسم الجديد اللي سموه فيل ديبلويمنت ريكفري تايم. بص اسم جميل ازاي. فده less than hour، انت within اقل من ساعه انت بتعرف تريكفر. انا في شركه من الشركات when I was implementing a disaster recovery plan كانت لازم الديزاستر ريكفري بلان تميت 35 مينتس، ان احنا لو حد دخل عمل شيفت ديليت لكل حاجه احنا نعرف ريستور ايفريثينج في خلال 35 دقيقه. فاهم قصدي؟ اند وي تيك مانثس تو اتشيف ده، وفي الاخر وصلنا ل 40 دقيقه والشركه دي بايز واي يعني ما كانتش في المانيا، which is one of the things I was proud of، لان احنا we made a long يعني long journey عشان نأتشيف ده، وفي الاخر حسينا بيه لما كان بيحصل الديزاسترز دي. فهو بيعرف يرستور من اي انسيدنت من اي اوتج في اقل من ساعه. لو انت بصيت على الميديوم واللو انت ممكن تاخد 1 مانس او 6 مانس which is huge. وخلي بالك الريكفري هنا means ان ايفن حتى الامباكت بتاعه ان انت ازاي الافتر ماس بتاعه كمان، مش بس ان انت ترينج سيستم اب اند راني. بس يعني ده اوفرول ما بين والتشنج ليد تايم. مثلا انت بتتكلم في الهاي اعتقد ده الافرج مثلا او ايفن هاي ميديوم، هتلاقي الناس كلها بتتحرك من يوم لاسبوع ماكسيمم مانث عشان يبقوا بيطلعوا اي فيتشر. في برضو جزئيه انا كنت يعني اللي هو دايما او بشوفتها في الشركات ان هم ربط الانسيدنت او المشكله اللي حصلت الباج اللي حصلت وعلى ما حليناها بالخسائر الماديه. فانت ايه رايك في الحته دي؟ انا يعني بحس انه يعني انه برضو ان الديفلوبر يبقى شايف ان المشكله دي خسرتنا دي هي بتحط بريشر على الشخص، بس من ناحيه تانية بتوريه الامباكت بتاع ان احنا نحل المشكله دي بسرعه. انت شايفها ازاي او من اللي واجهك يعني في خلال الفتره اللي فاتت؟ والله بص هي مش بس فلوس، هي it should be customer centric بقى. يعني انا مش بس ببص، بس انا فاهم انت بتشاور عليه، انا مش بس ببص على revenue loss او profit loss، انا ببص على customer centric. انا overall impact للكاستمر بايه؟ يعني conversion dropped، NPS dropped، retention dropped. usually انت لكل شركه في KPI tree بتبص تجيب الكي بي ايز اللي could be impacted by this incident. وانا at least يعني for most of the process I have been following او even developing within the teams بنلست الكي بي ايز دي. تاخد وقت by the way خصوصا لو انت داخل على system جديد، فبتبقى زي ما طلع هي customer centric اللي انت بتبص والله انا مش بس profit revenue، انا بس لان profit revenue is a one time pain، هو هتوجعني دلوقتي بس، لكن الاذر كي بي ايز هي مستمره هتاخد وقت عشان تختفي. يعني ايماجين كده ان انت وبتفتح فيسبوك، بلاش فيسبوك عشان عدى خلاص، تخيل كده انت بتفتح مثلا فود ديليفري اب مثلا
وانت لقيت ان انت وبتطلب خلاص انت جعان ميت جوع، فبتدوس على زرار تشيك اوت لقيت الاب مش بيتحمل، وقعت سيرفر وقع. هم خسروا كام؟ ال 100 جنيه ثمن سندوتش الكفته اللي انت كنت هتطلبه خلاص، بس انت يور ساتسفاكشن الام بي اس دروب، وممكن تتشرن، ممكن تبقى الريتنشن بتاعك يقل، ممكن تطلب تاني بعد اسبوعين ثلاثه اللي انت اتفقعت صح او اتخنقت. فاهم قصدي ايه؟ فهي مش على الحالي، على كمان المستقبل، انه انت ده ما بقاش يوزر اصلا، ما بقاش هيستخدم ابلكيشن بتاعك تاني بالظبط. فانت بتشوف ان ده كاستمر سنتريك، واتس بين كولد كاستمر سنتريك، تلس بقى الامباكت ده وتكومينيكيتد مع التيم ان نون بليمينج كلتشر. وهقول حاجه والله، انت ساعات بتبقى نون بليمينج بس الناس بتبقى حاسه ان انت بليمينج، دي صعبه قوي. انا عن نفسي من ان ما اعرفش، يعني في ناس كانت معترضه على كلامي، انا مش شايف ان في نون بليمينج كلتشر بالمعنى الفعلي، لانه هي وزن الليمت في الاخر، يعني انت لو عملت غلطه اتنين تلاته لا يعني هيبقى في بليمنج اكيد. يعني لا مفيش بليمنج، في اكونتابيلتي، كيبنج سام وان هولد فور هيز اكشن از ديفرنت فروم بليمنج. يعني هقول لك حاجه، في فرق بان احنا بنحل مشكله هقول لك يا عم مش لو كنت عملت كده، يا عم انت في ايه، انت ما بتفهمش، مش كنت مش عارف ايه ده، انت المفروض كنت بتعمل. فاهم حاجه؟ وفي فرق بان انا اقعد معاك لما تكررها تاني مره واقول لك اي جيف يو ديفرنت اوبورتيونيتيز عشان تتعلم، وانت بتغلط انا ما بفضلش كل شويه الومك على الغلط ده. انت فاهم قصدي ايه؟ بس ده ما ينفعش، ما يمنعش ان انا كيب يو اكاونتبل، او يعني ان انت تبقى مسؤول عن تصرفاتك. فهمت قصدي؟ ونتائجها، بان انا نتفق على فتره انت لازم تبقى بتاخد اكشن سيرتن اكشن عشان ده تافويد ده تاني. لو انت عملتهاش مره واثنين وثلاثه فده مينز يو دونت كير صح؟ لا طب انا بقى زمان النون بليمنج كان دايما بيتسوق لها انه احنا مش لازم نبين مين اللي عمل الغلط، المهم ان في حاجه حصلت واحنا كتير حليناها، بس ده مش حقيقي، لان انت بتركز برضو مين عمل الباج، مين وهو بيصلح الباج وجاله انسيدنت على بيجر فدخل عشان يحل المشكله خد وقت قد ايه، وهل هو حلها ولا ما حلهاش، وعمل اسكليشن لحد فين، كل ده هم بيتاخد في الاعتبار. فهي مش نون بليمنج، هي في بليمنج بس مكتوم لحد نسبه معينه، يعني بعد كده هيظهر. بص بقول لك برضه ات شود بي نون بليمنج، الحته دي برضه انا فاهم قصدك جدا، بس ما ينفعش طول ما احنا في الور روم مثلا او في البوست مورتم ده محمد اللي عمل ده، محمد اللي وقعنا، انت فاهم الجمله، وافضل لا. وخلي بالك الراجل برضه نفسه عارف اللي هو يو ار نوت يور كود، ان الراجل نفسه لازم يبقى ماتيور انف ان يفهم ان احنا ما بنتكلم على الانسيدنت، احنا ما بنتكلمش عليه شخصيا ودون كير. انت فاهم قصدي؟ بس احنا لازم نجيب نيميك ريفرنس للانسيدنت دي، للتشينج نفسه هنجيبه منين؟ فممكن بسهوله انت تقول ده التشينج اللي عامله اكس. لو هو بقى خده فيري سنسيتيف ان هو كل شويه ياخده كده ان هو بيرسونال، فده هو عنده مشكله. ولو الراجل اللي راننج الكوماندر كل شويه بوينت فينجر، فده هو برضه عنده مشكله. هل فاهم البالانس؟ التشالنج بقى اكبر تشالنج، احنا كنا قلنا في تشالنج في الميجرمنت صح؟ لو انت يو هافنت فوكسد اون التشالنج في الميجرمنت دي، هتاند اب انتو ان كل اللي اتعمل ده بلح، ان التيم از نوت جوينج تو ادابت. مش كل حاجه بتمشي بالعصايه، يعني مش كل حاجه هتقول التيم ده انت تعمل ده وانت تعمل ده صح. تيم نيدز تو بي انفلوينسد، نيدز تو بي كونفينسد صح. انا محتاج اشتري القصه عشان اعرف اعيشها صح. فلو انا مش فاهم اصلا الميتريك ده بيعمل ايه، ومش فاهم هو بيتقاس ازاي وبيتجمع، شفت فيه الوت اوف ديتيلز اتكلمنا فيها في بس تو ميتريكس احنا ممكن نجمعهم ازاي، لو انت مش موضح للتيم ان ترانسبيرنت واي احنا ليه بنادرس الميتريك دوت ان ذيس واي نوت ان ذا اذر واي، او انت اصلا نفسك مش فاهمه وانت بس خدت التول وبلاجت ان وبتجمع المتريكس وانت مش فاهمه هو اصلا عنده فيزيبيليتي على ايه وايه البلايند سبوت بتاعته، هيبقى فيه دروب في الادابشن. وانا عندي يوز كيس حصلت لي في شركه كبيره، يعني شركه من الشركات الدرايفنج ذيس انيشيتيف، يعني هم ما حدش كان بيستخدم الداشبوردز اللي بتطلع اصلا، في مشاكل في الداتا كواليتي، المتريك ما احنا مش عارفين اصلا المتريك بتاع المين تايم تو ريستور دوت، هو بيبص على الانسيدنت ولا بيبص على الديفكتس. والله كنا كل ما نيجي نقعد في ميتنج والله فعلا لازم نص الميتنج تضيع بنحاول نفهم الميتنج بتجيب بجد منين. انت فاهم قصدي؟ لان هي اتس ا جود ثينج، ف يو مايت اند اب اذا زيرو ادابشن، فالمجهود كله ضايع بس، والناس بقى بتقطع اوت. يعني مهم جدا وانت بتبيع القصه دي، اتكلم بقى للناس الانفلونسر يعني سواء برنسبل بقى او مانجر او ايفر او ستاف، ان انت تبيعها ان واي، وده ذات اكشلي الغرض بتاعها، ان احنا وي ار نوت دوينج ذات تو كومبير تيمز اجينست ايتش اذر، مين اشطر ومين هيكسب ومين مش صح.
It's just to benchmark our performance عشان نعرف احنا ممكن ازاي بكره نبقى نسخه احسن من نسختنا النهارده. فهمت قصدي؟ It's not even linked to directly to performance evaluation. ان انت لا، لان زي ما قلنا لو انت اللي خليت اللي انت بتميجر او بتقيسه هو الهدف، هيبدا الناس حتى ايفن ده زي ما انت قلت ممكن حد يطلع بي ار في 500 كوميت، ممكن يطلع فيتشر في 30 ديبلويمنت، صح؟ يوزوالي ده بيحصل اون تيم ليفل يعني. بس انا برضو شفت يعني هو ده كلام اللي بتقوله، بس على ارض الواقع الشركات برضو انترنلي بتقارن التيمز ببعض وبتشوف انه مثلا التيم ده ديليفر العدد من الفيتشرز ببجز اقل، هم عايزين برضو يشوفوا مين شغال كويس ومين لا. انا مثلا مسؤول عن تيم، فازاي هقارنك انت بشغلك مقارنه باكس اللي هو بيليد التيم التاني اللي المفترض ان انا عايز اشوف مين بيشغل كويس او لا. فالانديكيتور بتاع حد مسؤول عن تيم هو التيم، الريزلتس بتاعت التيم اوفر اول، ده لو شركه يعني بتفهم وبيحاولوا يقيموا صح يعني فيعملوا كده. فانا هشوف التيم ده بيدليفر في خلال وقت قد ايه، بالباجز اللي بتطلع منه عامله ازاي، وكل المتريسيز اللي انت قلت عليها. ففي الاخر هو هيبقى برضو في مقارنه يعني، يعني ده بيحصل برضو. بس مقارنه فور بنش ماركينج عشان نموف اون نبقى احسن، صح؟ عارف كده لما انت بتيجي عايز تبروموت حد، عندك مثلا في التيم اتنين، واحد سينيور تنين وواحد تاني سينيور، يعني ايه؟ فاهم؟ انت مش عارفه، فانت اصلا من جواك بالبنش مارك على السينيور التنين، يعني انت دلوقتي مش بتكومينيكيت احسن حاجه اذا سينيور، فيقول لك طب مش عارف. فانت ممكن تقول له مثال على فكره ده بيحصل، تقول له بس ده ده بص ده غلط، اكس. اعتقد ان ده غلط يعني، انك تبقى دي ليها كيس اعتقد، مش عارف انا كنت قريت، انا مش فاكر الاسم بتاعها، اللي هو زي انك بايست باي الكيس قدامك، which ممكن تبقى هي مش الريفرنس الصح يعني. لو انت بتقارن فالمفترض يبقى انت عندك حاجه معينه ريفرنس، مش على الاشخاص انت بتقارن عليها، انت عندك شويه متريسيز مش بشخص. ممكن الشخص ده هو حلو يعني معدي الـ 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 كل المعايير ده هو كويس، فما ينفعش برضو تقارن. ممكن الشخص اللي انت شايفه اقل هو بيعمل المطلوب، يمكن احسن من المتوسط المطلوب، بس انت بتقارنه بحاجة عالية جدا، فده برضو غلط في التقييم يعني. هقول لك حاجة، I'm not against what you're saying, but انا عملت موضوع الـ evaluation، سألت مثلا بخمسة ستة frameworks evaluation بـ competence metrics مختلفة و definitions مختلفة في شركات مختلفة، منهم ثلاث مرات I implemented it by myself. يعني انا كنت taking initiative as a manager ان انا implement competence matrix موجوده في شركه هي ما كانتش عندها competence matrix ولا evaluation. الناس في الاخر بتقول لك اللي انت كاتبه ده كله برضه معناه ايه في ارض الواقع؟ يعني انت بتروح تقول للسينيور المفروض يكون بيعمل كذا في الدليفري، بيعمل كذا في الكوميونيكيشن، بيعمل كذا في فاهم حاجه في التكنيكال سبجكت، بتسال دي كده، هو في الاخر missing ال practical dimension. فانت بتعمل ايه as a manager؟ بتروح تشوف اقرب واحد انت شايفه البنش مارك ده ينفع يقع عليه. انا مش بقول اللي بيحصل ده صح او غلط، I'm not حتى even advising people to do that. يعني انا حل من ده، انا بيرسونالي بعمل ده. اللي انت في الاخر انت حطيت الديفينيشن بتاع الستاف انجينير، ماشي؟ بس انت بتروح تتكلم مع واحد تقول له انت ازاي هتبقى ستاف انجينير، هو بيفهم منك كل اللي انت بتقوله ثيوريتيكلي، بس مش عارف في ارض الواقع 100% ده بيحصل ازاي، صح؟ فلو انت عندك ستاف انجينير تاني وانت حطيته على البنش مارك ده وطلع فعلا اقرب حاجه، I'm using it ان انا بروح اقول له انا اصلا في الاخر الاكسبكتيشن انا بساعده، انا اصلا انت فاهم قصدي؟ يعني انت في الاخر كان باس اكسبكتيشن انت بتساعده قدامك، فبتقول له بص والله هو الراجل ده بيعملها صح في الفانكشن المعينه. فباك يعني ده ممكن يكون غلط او صح يعني، بس at least working for me. ما انا باك بقى هو دي النوعيه دي هي بتأسهل في انك تحط معيار، لانك قدامك ريفرنس، ممكن الريفرنس ده هو يكون اوفر بيرفورم، بيكون بيشتغل ساعات اكتر، هو بيشتغل مثلا 12 ساعه في حين الناس بتشتغل 8، فده مش فير ان انت لا ما يعني احنا قلنا بقى مش هناخد عدد ساعات في الحسبان. لا بس هو ده مش هناخد عدد ساعات، بس هو انت بالمتريكس اللي انت عاملها هو بي اوفر بيرفورم، مش لانه هو احسن، لانه هو بيشتغل اكتر. فاهم قصدي؟ لا مش شرط والله. يعني معلش هسألك سؤال، لو واحد بيطلع his code 80% test covered وانا بروح اكلم واحد سينيور عايز يبقى staff وهو ما بيكتبش ولا test case، فبقول له انت لازم تبقى تكتب test cases بطريقة معينة، فيقول لي والله ماشي، طب ما تديني مثال او قول لي ده ازاي ممكن. ده دي ماشي، ده منطقي. اكس هو ده اللي انا بقول عليه، اكس ده بص على البي ار بتاعته هتلاقيه 80%، وده بالنسبه لي او بالنسبه للمتريكس اللي احنا حاطينها از ان اكزامبل ارول موديل اوف دوينج ذس فانكشن اريا. تمام انا معاك في الحته. باك اجين بقى للمين كونفرسيشن،
لا we should not make it as ان هي حرب بين التيمز, لان the message delivers التيم مهمه جدا. وزي ما قلت لك it depends برضه حجم التيم قد ايه. يعني انا بشوف مش اي براكتس, احنا كنا اتكلمنا قبل كده مكالمه طويله او كنا قاعدين قاعده طويله بنتكلم على الدي دي دي صح. انا قلت لك ان كنا اتكلم ان انا شايف ان الدومين دريفن ديزاين والله العظيم اتليست يعني مش يعني في كيسز كتير جدا 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 از بينج ابلايد, وهو الموضوع مش داز نوت فيت فور دي دي دي. فاهم قصدي؟ فروم ا بوينت اوف فيو فروم اكسبيرينس, مش لازم تكون الجودج بتاعتي احسن حاجه, بس في الاخر يوزوالي اور سام تايمز وي اوفر كيل باي making something fit in a problem space does not fit for. يعني والله احنا هنستخدم بقى موضوع الدوره ده ونستخدمه عندنا في الشركه اللي هي مثلا ست بالادمين, اللي هو اصلا لو انت كل يوم الصبح صحيت كلمتهم وسالتهم انتوا بتعملوا ايه, عارف زي كده موضوع الكونتراكت تيستينج, ان في تيمز مش محتاج كونتراكت تيستينج لان هو انت اصلا اسهل ان انت تروح تقول للراجل اللي جنبك بقول لك ايه انا غيرت في الجسم حاجه بالظبط. فاهم قصدي؟ اسهل ما انت تفضل تمنتين كونتراكت تيستينج تقعد سنه سنتين وانت الواد اصلا قاعد جنبك على المكتب اللي جنبك. انت 3 4 في الشركه. هي انا يعني انا معاك, هي بتبقى كويسه لو انت عندك الافيليبيليتي انك تعملها. ليه؟ لانك انت هتبقى قادر بالتيم ده تكبر, لما تكبر هم في رولز ماشيين عليها مش هيبداوا يكتشفوا بعدين اما احنا كبرنا وعندنا كلاينتس كتير بتستخدم الاي بي ايز بتاعنا ان يا جماعه ده في حاجه بقى اسمها كونتراكت تيستينج, فتبدا انت عمال تعلمهم في مرحله انت عايز تجرو, انت عايز تيم يكون بينتشر. انت محتاج تبقى براجماتيك, انت محتاج فعلا تشوف انا وات فيتس فور ماي بروبلم سبيس من البراكتيس دي. الناس انت سمعت عن اجايل 2؟ لا. يعني الناس خلاص شايفه الاجايل ده حاجه, في ناس ما بقتش تشتغل سكرام ماسترز, في ناس ما بقتش تفكر في موضوع الاجايل كوتشنج لان هم, وانا والله I have been part of a conversation. اجايل كوتش نفسه في شركه من الشركات اللي بقى بيصرفوا عليهم كتير, هو الراجل هي فعلا خلاص هو شايف ان اللي بيتكلم عليه مش عارف يرفلكته على الواقع. انت فاهم فاهم قصدي؟ فاحنا اللي يا جماعه بهري احنا بنكتب حاجات في الكتب وانتوا اصلا بتعملوا حاجات يعني قصه تانية. فدلوقتي الناس بتتكلم بقى على اجايل 2.0 وتعالوا بقى ناخد بقى ده للنيكست ستيب ونشوف بقى هنخليه فيت ازاي. عشان كده في الاول which is that the mindset being the mental model اللي احنا بنتكلم فيه ده is an outcome of a research. مش حاجه اتكتبت ويلا نجربها. ما ده بيبقى اوقع, انت واخد من اكسبيرينس ناس حقيقيه, شركات حقيقيه قابلتهم مشاكل وادوك داتا فبناء عليها قادر تقيم يعني. وابلاينج ات از 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 شو ستوبر هالو فريش اجين از كله بابليك اناونس, فانا مش باكسبوز حاجه يعني. هم زي ميرج ذا واي فروم فاب 4 لفاب 4 بلس عشان هم زي ديد امبلمنتد بروبابلي ان ذا فيرست تايم. فانت سام تايم يو نيد تو جو تو ذا رايت براكتس بس بتطبقه غلط فتقين ضعب ان هي تصنات وكي. بص هنا فكرة ان هو اجنوستيك ده بتدي a lot of freedom لأي تيم يشتغل اللي هو عايزه. تيم عايز يشتغل في سكرام, تيم عايز يشتغل كان انا had this case من certain company كان عندي كذا تيم بيريبورت ليا. والله العظيم في واحد في تيم منهم انا اصلا مش عارف هو شغال ايه, مرة يشتغل اسبوع والله فعلا ويدون كي والله العظيم الانجينج مانجر كان بيشتغل ساعات سبرينت اسبوع وساعات سبرينت اسبوعين وساعات سبرينت, انت فاهم قصدي, ساعات ما كنتش بس مش شغال سكراب ومش عارف شغال كنبة. ففي الاخر عشان الموضوع اجنوستيك فهو ستيل انا اي كان ميجر السيستم ديليفري بيرفورمانس ريجاردليس بوتينج سام كونسترينز للراجل اللي مدورها. هو اللي مدورها صح. فانت مش هتعرف اكتر منه, فمش هتعرف مش هتروح تقول له بقى بالله عليك ماشي اشتغل اجايل عشان اشوف مش عارف ايه او اشتغل. انت فهمت قصدي؟ انا حتى قابلت كيس زي دي بس انا كنت انا كنت ببريك الرول. هم كانوا شايفين ان احنا متاخرين فبنسلمش اللي مطلوب, بس يا جماعه احنا متفقين ان هو هتتسلم في وقت معين اللي كاوفر اول, وهي الفيتشر ككل مش هينفع في حتت فيها مش هينفع تتسلم كاجزاء, هي لازم هتطلع كده يا لا يعني ما ينفعش اللي هو اللي انا هعمله ده مش صح, فانا مش هقدر اسلمك في اول سبرنت ولا تاني سبرنت. في السبرنت الثالثه من الدروب يعني او وات ايفر المسمى اللي هم بيسموه هتتسلم الفيتشر كامله وهتطلع والدنيا تمام, بس انا مش هقدر امت بالايه بالاكسبكتيشنز اللي انتوا حاطينها دي. وده حصل اتسلمت في الوقت بتاعها وقبل الوقت المتوقع يعني. فاوقات الفلكسبيليتي بيبقى مهم. ما بس ده ما حصلش بي ار واحد صح, عشان احنا بس كنا بنقول العكس ده من شويه صح. اللي لا مش بي ار, لا انا بتكلم دي فيتشر كامله. ده في تيم شغال ومليون بي ار يطلع, بس الفيتشر يعني انت ككاستمر مش هتشوف حاجه غير هم بيبقوا عايزين. انت عارف الاجايل يقول لك وريني ديمو, طب انا اوريك ديمو, طب استنى اما نخلص الاي بي اي, بس الاي بي اي ده بيحصل عليه سيكونس اوف اكشنز مع رابت ام كيو مع وات ايفر, فانت عشان تشوفها كيوزر
مش هتعرف تشوف حاجه دلوقتي. ففي اوقات بتضطر تكسر البترول يعني. انا مش عارف الفيتشر طبعا, و I can imagine something like that could happen, بس it should be avoidable from product even. ان البرودكت يعرف يطلع value proposition للفيتشر بحيث تقطع, مش لازم نبدا ان احنا قطعه تكنيكال يعني, يبقى لها value proposition granularities مختلفه. ما هو ايوه اصغر قطعه, ما هي مش هتطلع في في في, في سبرنت مثلا. اوكي كود هابن, لازم السبرنت الثاني هتستلمها. فانا من حاليا فروم ناو انا بقول لك ان انا مش هقدر اسلمها في السبرنت. فانت حطيتها جول, بس هي مش جول يعني, هي انا همس الجول ده, فانت ربنا معاك. انا عايز اقول لك الراجل دوت كان احسن تيم بيرفورمنج هو التيم ده اللي احنا, انا مش عارف هو شغال ايه, هو شغال سكراب ولا شغال, والله العظيم هو الراجل اجايل فعلا. تقول اجايل تقول اباوت فليكسبيليتي, انت شو قصدي يعني؟ لو الراجل اجايل فعلا, وفي نفس الوقت وي هاف الاجنوستيك فريم ورك دي اللي احنا بنتكلم عليها, دورة او اكسلريت ات كود بي امبروفد بعدين, اكيد هتثبت ان هي مش شغاله باحسن طريقه في حتت ومحتاجه اتريشن ثانيه يعني, الله اعلم ايه اللي هيحصل. وبس يعني اي ثينك السلايدز كده خلصت. ده مش هتكلم عليه بالتفصيل اصلا لان مفيش وقت, او احنا اتكلمنا كتير اصلا في توبكس كتير جدا اتكلمنا فيها. ده الاوفر اول بريدكتيف موديل. لو حد قرا الاكسلريت بوك هيعرف ان في ا لوت اوف لين مانجمنت براكتيس و ا لوت اوف لين براكتيس و اكس بي بروجرامينج براكتيس سام اوف ات منشند هنا. لو انت عايز فاكرين في الاول على الرسم الاولانيه خالص احنا قلنا في البرفورمانس بيمكتب بحاجتين, الكونتينوس ديليفري واللين مانجمنت صح. فقلنا هنتكلم على الكونتينوس ديليفري اللي هم الاكسلريت ميتريكس, ودي لين مانجمنت اكتر لو انت عايز تعرف ايه بقى اللي ممكن يجي وراها. كالتشر ازاي تديفلوب او يعني كالتشر تخلي الناس سايكولوجيكلي سيف ومتحمسين, ازاي تافويد البيرن اوت عند الناس بحيث الناس ما تبقاش بتتحرق. يعني ده ممكن بقى نبقى نتكلم عليه بعدين, او الناس بقى تبقى تخش تقرا فيه او وريكومند الكتاب يعني. اخيرا بس عايز اقول حاجه, اني انا غالبا قلتها كذا مره بس, whenever you are trying to apply something انت بس محتاج تبقى متاكد ان هو فعلا ده the way you need to invest in, وده اللي هيحل لك المشكله اللي انت فيها. انا بشكرك يا ابو حميد, بصراحه كانت سيشن تقيله يعني, انا بالنسبه لي كانت يعني مفيده جدا وفيها معلومات كتير. انا اوريدي كنت اتناقشت معاك يعني في نقاط منها, فاتمنى انها تكون مفيده للناس ويكونوا استفادوا منها حاجه, او يقدروا يطلعوا منها بنقاط يبصوا عليها انها تحركهم انهم يحسنوا الوضع في شركتهم, سواء هو بيليد التيم فيبقى قادر يضيف امباكت, او الناس نفسها تفهم ليه ده بيحصل كديفلوبرز او كتستر او واتيفر البوزيشن بتاعك في التيم, تبقى فاهم ليه الشركات بتعمل كده او ليه هم حاطين ده, مش يعني مش عشان يخنقوا الناس, هم عشان بس يقدروا يحسنوا السايكل ككل يعني. فاتمنى انها تكون حلقه مفيده, وبشكرك جدا, واتمنى ما تكونش اخر حلقه يعني. ان شاء الله يا باشا, الله يكرمك, جزاك الله خير. سلام سلام.